هنكمل بقى محاضرة النهاردة، إن إحنا نكمل المحاضرة اللي فاتت. كنا شرحنا في المحاضرة اللي فاتت تقريبا ما خلصناش غير الـ Types of Research Studies، وكنا المفروض نكمل بإن إحنا نشرح إزاي بنعمل أناليسز لهذه الـ Studies. طيب أنا حابب إن أنا أبتدي محاضرة النهاردة بإن أنا على السريع بسرعة كده هعمل لك رابيد ريفيو على التايبس اوف ريسيرش ستاديز بسرعة، واسترس بس على البوينت اللي انا ممكن احتاجها وانا بتكلم عن ازاي بنعمل اناليسيس للتايبس اوف ريسيرش ستاديز. طيب من غير اي انتربشن خالص هعيد لك التايبس اوف ريسيرش ستاديز والحاجات المهمة فيها، وازاي بتسأل في الكوشن بانك، وكأنك بتعمل فلاش باك للكلام بتاع المحاضرة اللي فاتت. types of research studies احنا عندنا نوعين، نوع اسمه observational ونوع اسمه experimental. observational تفرق ان هو من اسمه ان في معلومات، في natural information موجوده naturally in the world انا بعملها observation، بعمل watching and recording من غير ما اعمل اي intervention، على عكس الانترفنشنال، على عكس الاكسبيرمنتال. الواضح من اسمها انه انا بعمل assessment الانترفنشن معين هعمله. الانترفنشن ده كنا قلنا ممكن يكون نيو دراج انا عامله، والنيو دراج ده ممكن يكون نيو تريتمنت للديزيز ما كانش ليه اصلا تريتمنت، او يكون تريتمنت ينافس انذر دراج موجود ان ذا ماركت. ممكن يكون الانترفنشن اللي انا هعمله دايجنوستيك تيست، ممكن يكون الانترفنشن اللي انا هعمله يكون سيرجري. ففي انترفنشن بتحصل وبعمل اسسمنت للبنفيت اوف ذس انترفنشن بعمل اسسمنت للبنفيت اوف ذس انترفنشن اللي انا عامله لديزيز معين. وفضلنا اغلب الوقت في المحاضره اللي فاتت نتكلم عن الاوبزرفيشنال. معظم التايبس اوف ستادز اللي شرحناها المحاضره اللي فاتت اوبزرفيشنال، وفي نهايه المحاضره بتاعت النهارده هنتكلم الكلمتين الموجودين في الفيرست ايد على الكلينيكال ترايلز. طيب واول نوعين اللي هم كيس روبرت وكيس سيريس، قلت لك انا ضفتهم لك في البي دي اف الجديد لان هم ما كانوش موجودين قبل كده في الفيرست ايد، وقلت لك ان انت ممكن تعتبرهم لو ييلد ومش لسه ما شفناش عليهم اسئله في اليولد. وقلنا ان الكيس روبرت والكيس سيريز دول لما تيجي تبص على حاجه اسمها الهيراكي، هيراكي معناها التسلسل الهرمي. جينا للتايبس اوف ريسيرش ستادز اللي بنستخدمها في الايفيدنس بيز ميديسن، وعملنا تسلسل هرمي من التوب تو بوتوم، من القمه الى قاع. تيجي لو جيت تبص، انا كنت جايبه هنا ما اعرفش راح فين، كانت الصوره هنا. لو جيت تبص هتلاقي ان في القاع موجود الكيس سيريس والكيس ريبورت من اقلهم من حيث الباور اوف تايبس للريسيرش اوف ستدي، هتلاقي الكيس سيريس اند كيس ريبورت. وعلى الرغم من ذلك استفدنا كتير من الكيس ريبورت اند كيس سيريس. قلت لك بدايه معرفتنا على الاتش اي في، بدايه معرفتنا الكيس ريبورت والكيس سيريس ممكن تكون ناقوس الخطر زي ما بيقولوا، اللي ممكن ينبهك ان في بانديميك محتاج ان انت تبدا تاخد ليه الاحتياطات بتاعتك وورلد وايد من خلال دبليو اتش او زي ما حصل معانا في الكورونا فيروس. عرفنا الكلام ده من خلال الكيس روبرت اند كيس سيريس. الكيس روبرت وكيس سيريس اتفقنا ان هما الاثنين نفس الفكره، الاثنين بعمل ديتيلد روبرت لي بيزار اور انيوجوال، ممكن يكون ساينس، ممكن تكون سيمبتومز، ممكن تكون دايجنوزس، ممكن يكون تريتمنت. التريتمنت ممكن يكون سايد افكت بيزار انيوجوال سايد افكت ما كانش ريبورتد للتريتمنت ده اول ما نزل. بس الفرق ان كيس روبرت انا بتكلم عن سنجل بيشنت، بتكلم عن كيس روبرت لي انديفيديوال بيشنت، على عكس الكيس سيريس انا بتكلم عن سيفرال انديفيديوال بيشنت كلهم بيربورت نفس السيمبتومز، نفس الدايجنوزس، نفس السايد نيو اور بيزار سايد افكت لي تريتمنت معين. قلت لك حتى مش بس ان انت من خلاله بتكتشف انه مثلا في بانديميك او اكتشفت من خلال الاتش اي في، قلت لك حتى الدراجز اللي بتنزل نيو دراجز ان ذا ماركت من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن بسببها نعمل بعد كده وزروه لهذه الدراجز ان يحصل كيس ريبورت وكيس سيريس من رير سايد افكت ما كناش قادرين ان احنا نتعرف عليها واحنا لسه بنعمل الكلينيكال ترايل على هذا التريتمنت، بس بدا ينزل في السوق وبدا يبقى موجود لارج بوبيليشن استخدم الدراج، بدأ يظهر هذه الرير سايد افكت في اكتر من فيزيشن عملوا كيس سيريس للسايد افكت ده. فبدأنا قلت لك انه بيعتبروا خيط كلو تقدر من خلاله تتتبع هذا الخيط لغايه ما توصل لكونكلوجن معين.
بعد كده بدأنا نتكلم عن الثلاثة المهمين، الثلاثة المهمين في ستيب 1 في ستيب 2 في كل كويشن بانك في الي وورلد، هم الكروس سكشنال ستادي، الكوهرت ستادي، والكيس كنترول ستادي. قلت لك الكروس سكشنال ستادي دي فيها حاجتين لازم تكون عارفها عن الكروس سكشنال ستادي. يوم الحاجتين دول احنا بنقول عليها سناب شوت ستادي، الحاجه الثانيه احنا بنقول عليها بريفالنس ستادي. قلت لك ان الكيس كروس سكشنال ستادي دي اعتقد انها من ضمن الاسئله اللي هنحلها في نهايه المحاضره ان شاء الله، انه يجي يعمل ديسكريبشن لتايب اوف ريسيرش ستادي بتعمل فيها اسسمنت للاكسبوجر والاوتكم في نفس الوقت في نفس الزمكان في نفس المكان اللي انت عامل عليه الستادي في نفس البوينت اوف تايم، مفيش سيبريشن. هي التايب اوف ريسيرش ستادي لما يكونش ما بين الاكسبوجر والاوتكم ديوريشن ما بين الاثنين، بتعمل اسسمنت الاكسبوجر والاوتكم ات سنجل بوينت اوف تايم، فكانك عملت كروس سكشن للبوبوليشن اللي انت عامل عليها للصبي في هذا الزمكان، فبيقول عليها كانك خدت سناب شوت، كانك خدت كروس سكشن. هم مسمينها كروس سكشن للصبي وليها اسم ثاني بندلعها بيه بنقول عليها سناب شوت ستادي. الحاجه الثانيه بنقول عليها بريفالنس ستادي. يعني ايه بريفالنس ستادي؟ ان في كروس سكشن للصبي بيجي نعمل بريفالنس للاكسبوجر والاوتكم، يعني مثلا بنعمل بريفالنس ل أوكم معينة سواء نيمونيا أو لانج كانسر في بوبوليشن معينة في ولاية معينة، زي مثلا المثال اللي موجود قدامك في تكساس في اليو اس. وفي نفس الوقت بعمل اسسمنت الاكسبوجر، مش شرط بالمناسبه اعمل اسسمنت الاكسبوجر واحده، ده ممكن اعمل اكسبوجر او اعمل سيرفي للبوبوليشن اللي انا عامل عليها كروس سكشن للصري دي، احط لهم اكتر من ريسك فاكتور والريسك فاكتور اللي عنده يعلمني عليها صح، فطلع في النهايه اكتر من ريسك فاكتور فيها هاي بريفالنس في البوبوليشن اللي فيها هاي بريفالنس للريسك فاكتور في نفس البوبوليشن اللي فيها هاي ريسك للاوتكم. طيب وقلنا في النهايه انه هل الريليشن شيب اللي بتطلع من الاكسبوجر والاوتكم في كروس سكشنال ستادي اقدر اقول ان الريليشن شيب دي كوزاليتي؟ يعني ايه كوزاليتي؟ يعني بالعربي العلاقه بينهم علاقه سببيه. الاجابه لا. ليه؟ لانه انا مجرد ان انا عملت سيرفي او بصيت على الداتا بتاعت ولايه معينه بالنسبه للريسك فاكتور معينه واوتكم، لقيت مثلا ان البريفالنس اوف لانج كانسر على سبيل المثال 25% والبريفالنس اوف سموكينج 50%، البريفالنس اوف اذر ريسك فاكتور 40%، ففي هاي بريفالنس ريسك فاكتورز معينه مع هاي بريفالنس دي الاوتكم اللي انا عامل عليها الاستادي. لكن ده لا ما يقولش ابدا ان العلاقه هنا سببيه كوزاليتي، لا يقول ان ممكن ان في هنا اسوسيشن ما بين ريسك فاكتور والاوتكم ممكن بعد كده استخدمها في ان انا اعمل other types of research study تقول لي هل العلاقه الاسوسيشن دي relationship دي هل هي فعلا مجرد association ولا فعلا العلاقه causation. فcross sectional study هي snapshot study، هي prevalence study تقدر من خلالها اعمل assessment للprevalence، لكن واقدر احدد من خلالها مجموعه من الريسك فاكتور اللي ممكن تكون associated مع الاوتكم، والعلاقه هنا association وليس causation. لكن التايبس اوف ريسيرش ستادي اللي ممكن احدد من خلالها علاقه كوزيشن هو كوهرت ستادي والكيس كنترول ستادي. الكوهرت ستادي اللي قلت لك بالنسبه للتايبس اوف ريسيرش ستادي اللي شرحناها في المحاضره اللي فاتت تعتبر في قمه الهيراقي او التسلسل الهرمي للتايبس اوف ريسيرش ستادي اللي احنا بنستخدمها في الايفيدنس بيز ميديسن. هتلاقي ان الكوهرت ستادي اهي يمكن يعلوها الراندمايز كنترول كلينيكال ترايل اللي احنا اتكلمنا عنها في الانترفنشنال، موجوده في التوب اوف هذا التسلسل الهرمي، تعتبر الموست باورفل من اللي اتكلمنا عنه في المحاضره اللي فاتت هي الكوهرت ستادي. واتفقنا الكوهرت ستادي بنقسمها الى بروسبكتيف وريتروسبكتيف، واتفقنا مين المور باورفل؟ البروسبكتيف. ليه؟ لان احنا قلنا انه سواء بروسبكتيف وريتروسبكتيف بالنسبه للكوهرت ستادي الحاجه المشتركه ما بين الاثنين في الكوهرت ستادي، طالما بتكلم عن كوهرت ستادي فبيكون البيجيننج بالاكسبوجر، البدايه بالتعرض للريسك فاكتور الاكسبوجر، وبعمل فولوينج لما يكون فولوينج فورورد ان تايم. الكوهرت ستادي دايما هتلاقي انه ما بين البيجيننج بالاكسبوجر وبعمل following بعمل following in time looking for the outcome دايما في فترة زمنية في duration، بس لما بيكون following forward in time ان انا جايب two groups، group هيبقى exposed زي مثلا smokers وgroup non-exposed non-smokers، اعمل لهم following forward in time
دي النوع اللي اسمه بروسبكتيف لوكينج فور ذا اوتكم. الاوتكم هنا مثلا عامل اللي صار على لانج كانسر، مين في الاكسبوز هيديفولب لانج كانسر، لان مش كل البيشنت اللي نعرفهم بيدخنوا عندهم لانج كانسر، ممكن الجروب اللي هو الاكسبوز يبقى فيه اشخاص فعلا بيديفولب هذه الاوتكم اللي هو لانج كانسر، ويبقى فيه اذر بيشنت ما بيحصلش ديفولب للاوتكم. وكذلك النوت اكسبوز، هل ممكن لانج كانسر ممكن يطلع كاوتكم من البيشنت اللي هم نون سموكرز؟ اللي خلينا في ريسبيراتوري عن انواع من اللونج كانسر اللي ممكن تحصل في فيميلز ونوت سموكرز زي اللونج ادينوكارسينوما. طيب وبعمل فولوينج فورورد ان تايم، منتظر حدوث النيو كيسز الانسيدنس الاوتكم. طيب نفس الكلام هو ريتروسبكتيف، بس ريتروسبكتيف انا بعمل لوكينج باكورد ان تايم، ببص على الباست ميديكال هيستوري بتاع البيشنت، وبص في الباست ميديكال هيستوري هل موجود في الاوتكم، هل الشخص اللي انا جيت تو جروبس، جروب سموكر وجروب نون سموكر، ابص على الباست ميديكال هيستوري هل في الباست ميديكال هيستوري فيه الاوتكم انه حصل لانج كانسر او لا، او لما نتكلم عن نيمونيا هل في الباست ميديكال هيستوري فيه نيمونيا سواء في الاكسبوز او النوت اكسبوز. طيب وقلنا ان في التايب اوف ريسيرش ستادي دي مين فيهم الاقوى، البروسبكتيف ولا الريتروسبكتيف؟ والاجابه كانت البروسبكتيف. وسألتكم ليه جاوبتوا كل سهولة، قلتوا اللي بروسبكتيف أنا يعتبر بعمل كل حاجة بنفسي ومتأكد من المعلومات اللي أنا بعملها بأن أنا جايب التو جروبس اكسبوجر وبعمل فولوينج فورورد تايم، أنا ببص على الانسيدنس أو النيو كيسز اللي هتظهر بنفسي. لكن أما أجي أبص على الباست ميديكال هيستوري في احتمالية أن ممكن تكون الميديكال شارت أو الريبورت بتاع البيشنت ما يكونش فيها ديكومنتد أن البيشنت ده اتعرض ليه حصل له فعلا نيمونيا أو جاله لانج كانسر، ممكن ما يكونش documented. وبالتالي مين المور باورفل؟ الإجابة البروسبكتيف. طيب وقلنا إنه لما نيجي نعمل assessment ثلاث حاجات في الكوهرت study، الانسيدنس البريفلنس الكوزاليتي، هل الكوهرت study تقدر تعمل assessment الانسيدنس؟ الإجابة نعم. أنا بعمل following forward on time or backward on time looking for a looking for incidents looking for new cases. إذا تقدر تعمل assessment incidence. هل بتعمل assessment prevalence؟ لا، ده أنا كل اللي بنتظره سواء prospective أو retrospective وأنا ببص عليه backward in time ببص على incidence أو ببص على new cases. طيب الكوزاليتي، هل أقدر أطلع علاقة سببية ما بين الريسك فاكتور والoutcome اللي أنا عاملها في الصالي؟ الإجابة نعم. ليه؟ لان كمان شويه لما نيجي نتكلم بقى عن الاناليسس، زي بنعمل اناليسس في كوهرت ستادي، هنتكلم عن حاجه اسمها ريسك ريشيو. ايه الريسك ريشيو؟ ان انا اطلع الانسيدنس او النيو كيسز في جروب اللي اسمه الاكسبوزد. اديكم حتى مثال، لو افترضنا ان الاكسبوزد طلع الانسيدنس اللي هو النيو كيسز مقارنه بكل الاكسبوزد كانوا 50% في الجروب اللي هو الاكسبوزد، والانسيدنس في نون اكسبوزد جروب كان مثلا 10%، فانا اقدر اطلع اعمل اناليسيس للستادي دي من خلال حاجه اسمها ريليتيف ريسك، هنتكلم عن تفاصيلها دلوقتي. ريليتيف ريسك دي هتكون الانسيدنس في الاكسبوزد على الانسيدنس في النون اكسبوزد. بعمل كومباريزون ما بين حدوث هذه الاوتكم، حدوث الانسيدنس ما بين الجروب اللي تعرض للريسك فاكتور اللي انا عامل عليه للستادي والجروب اللي نوت اكسبوزد. فابص الاقي الانسيدنس في الاكسبوزد 50% والانسيدنس في الاكسبوزد في النون اكسبوزد 10، 50 على 10 هتديني 5. اقدر من خلال الريليتيف ريسك اترجمها في صوره تكس، اقول انه البيشنت اللي تعرضوا لهذه الاكسبوجر اللي هي السموكينج 5 تايمز مور لايكلي ان انا اشوف معاهم الاوتكم اللي هو اللانج كانسر مقارنه بجروب اللي هو نون اكسبوز. وفي بعض الاحيان ممكن اعمل كوهرت الصري على ريسك فاكتور واوتكم واكتشف في النهايه ان مفيش اسوسيشن، مفيش كوزيشن، مفيش اصلا ريليشن شيب او اسوسيشن. امتى؟ لو طلع لي مثلا الانسيدنس في الاكسبوزد 50% والنون اكسبوزد 50%، او خلينا نكون واقعين شويه نقول ان طلع لي مثلا هنا الانسيدنس 5% وهنا 5%، اذا الريليتيف ريسك هنا كام؟ 1. معنى كلمة إن الريلاتيف ريسك واحد إيه؟ إن نو ديفرنس الوقت اللي أنت قضيته 10-15 سنة بروسبكتيف كوهرت صدي ومصاريف اللي أنت صرفتها في الآخر طلعت بتقول إنه الريسك فاكتور والأوكم اللي أنت عامل عليها الصدي نو ديفرنس ما بين إن واحد يبقى إكسبوز وواحد نوت إكسبوز. يعني معنى كده نو ريليشنشيب أو نو أسوسيشن ما بين الريسك فاكتور والأوكم. دي اللي اسمها الكوهرت صدي، واتفقنا إنها من أقوى types of research study، وبالنسبة لنا الأفضل طبعا هو البروسبكتيف عن الريتروسبكتيف. وقلنا معلومة، نحن قابلنا مشكلة مع كوهرت صدي مع الرير ديزيزز،
الرير ديزيز، لو انا بتكلم عن ريلاتيف ديزيز واستخدمت معاهم الكوهر ساري، الرير ديزيز يعني فرصه ان يحصل انسيدنس او نيو كيسز قليله. ممكن اعمل مثلا تو جروبس، جروب مثلا 100 200 والجروب الثاني 200، وفي الاخر الاقي ان الجروب ممكن يبقى زيرو الانسيدنس او نيو كيسز في جروب زيرو والثاني كيس واحده. فدي تبقى دي ممكن تبقى صعبه ان انت تعمل عليها كوهر ساري، هتحتاج الى لارجر بوبيليشن او لارجر نمبر. الجزئيه دي لسه هنتكلم على الريلاتيف ريسك وتفاصيلها دلوقتي، وما يكون واحد او اكتر من واحد واقل من واحد دلوقتي في الاناليسيس دكتور محمود. وهقول ايه الفرق ما بينهم حاضر دلوقتي. الكوارت صار قلنا مشكلتها هتقابلنا مع الري ديزيزز. ليه؟ لانه انا ممكن اعمل الصري على تو جروبس واعملهم فولوينج فورورد تايم فتره طويله واصرف عليهم مصاريف، وفي الاخر الاقي ان انا مشكلتي ان الديزيز اللي انا بتكلم عنه ده الانسيدنس بتاعته فيري رير، ممكن ما اشوفش نيو كيسز او اشوف واحد او اتنين، فتبقى صعبه شويه ما اجي اعمل كومبارزون او مقارنه ما بين التو جروبس. وهنا جت اهميه الكيس كنترول الصري. كيس كنترول الصري بتنجدني بقى في الحالات اللي زي دي. ليه؟ لان اسمها كيس كنترول الصري. انا بعمل تو جروبس، جروب بيبقى كيسز عندهم الديزيز، الرير ديزيز مثلا. هنا مش شرط الرير ديزيز كيس كنترول، ممكن استخدمها في اذر ديزيز، بس انا بتكلم ان هي الافضل في الرير ديزيز. جروب عندهم لانج كانسر، وجروب اللي هو الكنترول ما عندوش الديزيز doesn't have lung cancer، وبعمل لهم following backward in time. بعمل following retrospective، بعمل looking backward in time في الباست ميديكال هيستوري واشوف لو موجود الاكسبوجر. وقلنا ساعتها ان الكيس كنترول ستدي ممكن نعتبرها انها ميرور ايمج للبروسبكتيف كوهورت ستدي. ليه ميرور ايمج؟ لان الكوهورت البروسبكتيف كوهورت ستدي كنت ببتدي بالاكسبوجر. هنا ببتدي بالاوتكم. البروسبكتيف كوهورت ستدي كنت بعمل فولوينج فورورد ان تايم بروسبكتيف looking for the outcome. هنا بقى العكس، ممكن نقول عليها فعلا mirror image. هنا ببتدي بالoutcome وبعمل following backward in time، ببص على الباست medical history، واللي ببص عليه هو الexposure. هل البيشن اللي عندهم lung cancer دول نسبة قد ايه منهم كانوا exposed، كان عندهم كانوا مدخنين، و كذلك في الكنترول اللي ما عندهمش لانج كانسر نسبه منهم المدخنين وغير المدخنين. وبقدر برضو اعمل كومبارزون ما بين التو جروبس في صوره. هناك في الكوهر اتكلمت عن حاجه اسمها ريليتيف ريسك، هنتكلم كمان شويه على الكيس كنترول. بعمل اناليسيس من خلال حاجه اسمها اودز ريشيو، وهنعرف يعني ايه اودز ريشيو. اقارن من خلالها ما بين التو جروبس واطلع علاقه كوزاليتي. لما الاودز ريشيو تبقى اكثر من واحد، 5 6 7، معناها ان الاودز فرصه انه ان الاشخاص اللي عندهم لانج كانسر يبقوا مدخنين مقارنه بالاودز فرصه ان الاشخاص اللي ما عندهمش لانج كانسر يبقوا مدخنين فرصه الكلام ده 5 تايمز مور كومن في الاشخاص اللي هم عندهم لانج كانسر ومش مدخنين. طيب فبنستخدم هنا حاجه اسمها اودز ريشيو، هنتكلم عن تفاصيلها دلوقتي. طيب الكوهورت صاري اتكلمنا وقلنا انها تقدر تعمل اسسمنت للانسيدنس، ما تقدرش تعمل اسسمنت للبريفالنس، وتقدر تطلع لي علاقه ما بين الريسك فاكتور والاوتكم. علاقه بلاش اسئله الله يكرمك دكتور محمود وانا بشرحها، نخلص وبعد كده اللي عايز يسال يسال. وتقدر تطلع لي علاقه كوزاليتي زي ما اتفقنا. هنا نقدر نعمل assessment الانسيدنس والبريفالنس بالنسبة للكيس كنترول. قلنا لا. ليه؟ لأن أصلا ببتدي بالأوكم وبعمل looking backward for the exposure. أنا أصلا ببتدي بالأوكم، هعمل زي assessment الانسيدنس ولا prevalence؟ هل أقدر أطلع علاقة كوزالتي ما بين الاكسبوجر والأوكم؟ الإجابة من خلال الأودز ريشيو اللي احنا اتكلمنا عنها، أقدر أحدد فرصة أو الأودز of exposure في وقارنها ما بين الكيسس والكنترول، واقدر اطلع علاقه سببيه ما بين الاكسبوجر والاوتكم. طيب ده بالنسبه للثلاثه المهمين اللي هو الكروس سكشن ستدي والكوهورت والكيس كنترول. وبعد كده بدانا نتكلم عن
نوع برضو من التايبس اوف ستادي اللي ذكرت في الفيرست ايد لسه جديده، والوورد بدا يجيب عليها اسئله، وسؤال واحد موجود في الوورد اللي اسمها الايكولوجيكال ستادي. اتفقنا ايكولوجيكال ستادي كلمه السر فيها، الكي وورد فيها اللي انا بستخدم بوبوليشن داتا وليس انديفيديوال داتا. كلمه ايكولوجي معناها ان انا بدرس، والعلم الذي يدرس العلاقه ما بين البوبوليشن والانفايرمنت اللي حواليه. بستخدم بوبوليشن داتا وليس انفايرمنتال داتا، ان انا اطلع كونكلوجن في النهايه من خلال هذه الايكولوجيكال ستادي، مستخدما البوبوليشن داتا، بوبوليشن داتا مع البريفالنس اوف اوكم معينه. اديتك المثال الموجود في فيرست ايد انه قدرنا مثلا احنا نطلع ايكولوجيكال ستادي في ولايه معينه في اليو اس ان البريفالنس اوف سو او بي دي از هاير ان ذا مور بلوتد في اكثر الولايات في اليو اس تلوثا. ده طلعت علاقه ما بين السو او بي دي اللي هو الاوتكم وهيلث ريليتد بروبلم او هيلث ريليتد ايشو موجوده في ولايه معينه في اليو اس، اقدر بخلالها اعمل ادريسنج لهيلث او مونيتورنج لهيلث ريليتد إيشو. أقدر أشتغل عليها، أقدر أشتغل مثلا على البلوشن في ولاية معينة، وما أبدأ أشتغل عليه وأقلل البلوشن ده أقدر من خلاله أقلل هذه الأوتكم. كلمة السر في الإيكولوجيكال ستادي لأنه بستخدم بوبوليشن داتا وليس إنديفيديوال داتا. وقلنا كلمة إيكولوجيكال فالسي اللي موجود عندك في الفيرست إيد معناها إن مش كل الكونكلوشن اللي هتطلعه في الإيكولوجيكال ستادي تقدر تطبقه على إنديفيديوالز. ليه؟ لأنه أنت عامل الستادي دي بناء على بوبوليشن داتا وليس إنديفيديوال داتا. على سبيل المثال لما تطلع ايكولوجيكال ستادي وتقول انه البريفالنس اوف سوسايد في ولايه معينه في دوله اوروبيه او ولايه في اليو اس اسوشيتد مع الهاي سوشيو ايكونوميك ستيتس، مش معناها ان كل واحد غني ومعاه فلوس بيأتمت سوسايد. لا، ده هي مجرد بوبوليشن داتا بتطلعها ان اجريجيت وليس انديفيديوال داتا، وطلعتها مع اوتكم معينه. ده اسمه ايكولوجيكال فالسي، ان مش كل الكونكلوجن اللي طلعه في الايكولوجيكال ستادي تقدر تطبقه على الانديفيديوالز. وبدانا بعد كده نتكلم عن تو تايبس اوف ستادي شرحناهم مع بعض، التوين كونكوردنس ستادي والادوبشن ستادي. وقلنا ان الاثنين دول لسه ما شفناش عليهم اسئله في الكوشن بانك، لا اليوورد ولا غيره. وقلنا ان التو تايبس اوف ستاديز دول بالذات، بما ان احنا بنتكلم عن البيهيفيرال ساينس، من التو تايبس اوف ستادز اللي استخدمناهم في ميني سيكياتريك ديس اوردرز. وقلنا ان من اوائل الستادز اللي اتعملت باستخدام التوين كونكوردنس ستادي وكذلك الادوبشن ستادي والسكيزوفرينيا. اما كنا عايزين نعرف هل في جيناتيك كومبوننت في السكيزوفرينيا اللي هو انفصام في الشخصيه ولا لا. وقلنا ان الفكره بتاعت التوين كونكوردنس ستادي والادوبشن ستادي الاثنين فكرتهم نيتشر versus nurture. nature نقصد بيها هنا الجينز، العامل الوراثي، ونيرتشر نقصد هنا بيها الانفايرمنت، العوامل البيئيه المحيطه. طيب اديتك المثال على twin concordance study ان احنا بنعملها على comparison ما بين two types of twins، حاجه اسمها monozygotic twins والdizygotic twins. قلت لك ان المونوزيجوتيك twins دول التوأم اللي هم متطابق، اللي هم ناتج تخصيب بويضة بحيوان منوي نتج عن ذلك زيجوت. زيجوت ده في مرحلة من مراحل الانقسام الميتوزي أم انقسم إلى تو زيجوت وكمل بعد كده توأم متطابق. طيب إيه فكرة المونوزيجوتك توينز؟ المونوزيجوتك توينز دول لأنهم ناتج تخصيب بويضة بحيوان منوي، بويضة فيها نص المادة الوراثية وحيوان منوي واحد فيه نص المادة الوراثية، وبعد كده كون زيجوت قلت لك كأنها فولة انقسمت نصين، الاثنين في شيرنج 100% جينز ما بين الاثنين. الجينز اللي هتبقى في التوأم ده هي الجينز الموجودة في التوأم ده، وبالتالي لو انا عندي ديفكت او ميوتيشن في جين معين ادى الى ظهور مرض في فرد من التوأم ده لازم يظهر في الثاني، لان الاثنين في شيرنج 100%. اما الدايزيجوتيك توينز فهو عباره عن انها مثلا خدت محفز للتبويض زي الكلوموفين، عندها مثلا بوليسيستيك اوفيريا سندروم، فالمبيض في الدوره دي طلع تو اوفا كل واحده فيهم اتخصبت بحيوان مختلف عن الثاني، فبنسبه الشيرنج اوف جينز ما بينهم زيهم زي اي اثنين اخوات، زيهم زي اي اثنين اخوات بنقول عليهم دايزيجوتيك توينز. واي اثنين اخوات
نسبه الشيرنج اوف جينز ما بينهم كام، بنعتبرها افريج 50% على اعتبار ان كل واحد واخد 50% من ابوه و50% من امه، فنعتبر انه اما نيجي نتكلم بقى عن السيبلينج اللي هو الاخوات تقريبا في شيرنج 50% من الجينز. وبدانا نعمل بقى كلام ده على ديزيز معينه، عايزين نعرف هل في جيناتيك كومبوننت في الموضوع ولا لا، وعايزين كمان لو عايزين حتى نعرف هل هو بيورلي جيناتيك ولا بارشل جيناتيك ولا الموضوع ما لهوش علاقه بالجيناتيك خالص والموضوع كله ريليتد للانفايرمنتال فاكتورز بيتعرض ليها. ده من خلال احنا نتتبع ما يسمى بالكونكوردنس ريت. يعني ايه كونكوردنس ريت؟ انه طالما حصل ديزيز في واحد من التوأم يحصل في التاني، ده معناه كونكوردنس. لكن حدوث ديزيز في واحد والتاني لا، ده اسمه ديسكوردنس، واحنا هنا بنعمل فولو لمين؟ لكونكوردنس ريت. فلو جينا نتابع مونوزيكولا توينز ودايزيكولا توينز لديزيز معين، ولقينا انه نسبه حدوث الكونكوردنس ريت في المونوزيكولا توينز 100%، وده شيء طبيعي لو مشكله فعلا بيور لجيناتك، مشكله بسبب جيناتك ميوتيشن، ففي شيرنج 100% من الجينز من هنا وهنا. فلو في مشكله جيناتك طالما ظهرت في ده تظهر في ده 100% من المونوزيجوت توينز، وتقريبا 50% قرب 50% في المونوزيجوت توينز طالما في شيرنج 50%، وده افريج زي ما اتفقنا بالنسبه للدايزيجوت توينز. لو لقينا النسبه دي موجوده في الكونكوردنس ريت، ده معناه ان الجيز ده از بيورلي جيناتيك، الجيز ده مرض جيني سببه جين، وده السبب انه حصل في واحد من دايزيجوت توينز لازم يحصل في الثاني. طيب وممكن يكون بارشل جيناتيك امتى؟ لما نلاقي انه الكونكوردنس ريت عالي سواء في المونوزيجوت او الدايزيجوت توينز، بس مش بالنسب دي، مش ب 100% و 50% 100% في المونو والداي 50%، والمونو يبقى اعلى من الداي، المونو يبقى اعلى من الداي، ما ينفعش يبقى الاثنين، ما ينفعش تقول ان السبب جيناتك وتلاقي ان الاثنين ده احنا بنستبعد السبب الوراثي او الجيني ونقول ان السبب انفايرومنتال لما يكون الكونكوردنس ريت في الاثنين از ايكوال. ليه؟ لان انت ما تقول لي ان الانسيدنس ريت او الكونكوردنس ريت في الاثنين مش فارقه، ان انا اكون وارث 100% من الجينز مع التوأم بتاعي والتاني الوارث 50% او افريج 50%، ده معناه ان انا هكنسل الجيناتيك كومبوننت وابدا ابص ان السبب انفايرمنتال فاكتور، فهنا نيتشر فيرسس نيرتشر. طيب والتاني كان اسمه ادابشن ستادي، واديتك مثال بسيط على هاري بوتر، قلت لك انه الادابشن ستادي ان الادابتد بنعمل ستادي على الادابتد تشيلدرن ونقارن التريتس، نقارن الصفات اللي تظهر عندهم ما بين الادابتد بيرنت البيرنت اللي هم بيربوهم بالتبني والبيولوجيكال بيرنت اللي هم ورثوهم. البيولوجيكال بيرنت بالنسبه لهم هيبقى النيتشر اللي هو الجينز، واللي ربوهم هو الانفايرمنت اللي هو الادابتد بيرنت. وديتك مثال هاري بوتر، هل الماجيكال باور بتاعته لما تيجي تسترجع الفيلم هل كانت بسبب لما تيجي تقارن الصفه اللي هي الماجيكال باور بالادابتد بيرنت بالبيولوجيكال بيرنت، هتلاقي ان سببها نيتشر، سببها جيناتيك، سببها من البيولوجيكال بيرنت. فده المقصود هنا بالادابشن ستادي، ان تقارن تريتس، تقارن الصفات اوف ادابتد تشيلدرن بالادابتد بيرنت وكذلك البيولوجيكال بيرنت. طيب انا هتلاقيني في PDF اللي انا بعته لكم امبارح بالليل ضفت الميتا اناليسيس دي. الميتا اناليسيس دي مش موجوده في الفيرست ايد، لسه ما سالتش عليها اسئله دايركت في اليولد السب 1، بس لقيتها موجوده في اكتر من اوبشن في اليولد السب 1 والسب 2 في جزء الابيديميولوجي، فحبيت ان انا اديك فكره عن الميتا اناليسيس عشان ما تشوفها في الاوبشنز في الاسئله تبقى عندك فكره يعني ايه ميتا اناليسيس. الميتا اناليسيس هو حاجه وتايب اوف ستادي ثانيه اسمها سيستماتيك ريفيو، بنعتبرها secondary type of research study. يعني ايه secondary type؟ انا عندي primary وعندي secondary. البرايمري زي اللي احنا اتكلمنا عنهم دول، دي بنعتبرها secondary لان دي بتعتمد على ان انا اعمل pooling للresearch studies، several studies already موجودة واتقابلت عندي، يعني بنجمع داتا من several studies already موجودة
والستاديز اتقبلت. جمعت مجموعه من الريسيرش ستاديز اللي بتسال ذا سيم كويشنز، اللي بتعمل ادريسنج تو ذا سيم كويشن. هنفرض مثلا نفس المثال احنا قاعدين بنتكلم عنه، العلاقه او الاسوشيشن ما بين الريسك فاكتور والسموكينج واللنج كانسر. جبت مجموعه من الريسيرش ستاديز و بدات ادرس الستاديز دي، وده بيساعدني ان انا مجموعه الريسيرش ستاديز دي اما ابتدي اعمل لها اناليسس او ابدا في سيستماتيك ريفيو، يعني برضو ببدا اراجع الستاديز، مجموعه من الـ من الـ من الـ من الريسيرش ستاديز اللي اوريدي موجوده، وبتسال بتعمل ادريسنج تو سيم كويشن. معنى كلمه سيستماتيك يعني منهجي، لان سيستماتيك ريفيو عشان تقدر تعملها لازم تعمل فولفيلنج، لازم تتبع منهج معين، كريتيريا معينة لازم تتبعها في سيستماتيك ريفيو، وفي النهاية تقدر تطلع ميتا أناليسيس ستادي انت استخدمت فيها من اعتبارها سكندري ستادي، لان انت معتمد على الستادي اوريدي موجودة، سيفرال ستادي ذات ادريس ذا سيم كويشنز، وتقدر من خلالها تطلع ريلاتيفلي لارجر ستاتستيكال باور مقارنة بالستادي اللي هي اوريدي موجودة وعملت لها ريفيو. يعني ايه لارجر ستاتستيكال باور؟ هنبقى نعرفه في البايوستاتستكس، ودي تعتبر فيري باورفول ستادي ديزاين. لما تيجي تبص على قمة هذا التسلسل الهرمي هتلاقي السيستماتيك ريفيو ومعاه الميتا اناليسيس، وتعتبر اقوى نوع من انواع الريسيرش ستادي في الايفيدنس بيز ميديسن. والميتا اناليسيس هو السيستماتيك ريفيو، فعشان لما تشوف سيستماتيك ريفيو او ميتا اناليسيس في الاوبشنز في الاجابات بتاعت types of research study تبقى عارف يعني ايه بالظبط ميتا اناليسيس او سيستماتيك ريفيو. طيب انا كده يعتبر رجعت على الجزء اللي شرحناه في المحاضره اللي فاتت. لو حد عنده اي اسئله يسال بقى بسرعه قبل ما نبتدي نخش في الجزء الاهم بالنسبه لنا محاضره النهارده، ازاي بعمل اناليسيس بقى للتايبس اوف ستاديز اللي احنا اتكلمنا عنها. أي أسئلة شباب؟ شوف هم ربنا بيهديك إزاي، وتستنى لغاية لما أخلص بتلاقي سؤالك تجاوب. طيب نبتدي بقى موضوعنا الجديد في محاضرة النهاردة، ازاي بنعمل analysis للtypes of research studies دي. How we analyze cohort and case control studies. هنتكلم الاول ازاي بنعمل analysis للcohort، وبعد كده اعمل analysis للcase control study. Cohort and clinical trial studies analysis. بنستخدم في cohort study حاجة اسمها relative risk. ساعات ندلعها ونقول عليها relative risk ratio، هيها relative risk. طيب لما اسال سؤال وانت جاوبني من خلال الشات، لما اقول لك انا relative risk هي tool بنستخدمها في الاناليسز لوحده من research studies، لان عايزك تجاوبها لي من خلال الشات. لما اقول لك انا relative risk بتستخدم الincidence rate، مين التايب اوف research study اللي انا كلمت عنها اللي بتقدر تعمل assessment للincidence rate؟ بالضبط الكوهرت study. كوهرت study هي type of research study اللي تقدر بخلالها تعمل assessment للincidence. والrelative risk هي tool بقدر اعمل من خلالها analysis للكوهرت study، وتعتمد هذه tool على الincidence rate، على comparison للincidence rate ما بين group اللي كان exposed وجروب اللي not exposed. طيب خد بالك ان الجزء ده يضاف للجزء بتاع البري تست بروبابيلتي والبوست تست بروبابيلتي اللي فيه حساب، اللي فيه ايكويشن ومحتاج تحسب في الاسئله اللي بتاعه الابريميولوجي والبايوستات.
اسئله السيتي البري تست بروبابيلتي والبوست تست بروبابيلتي كانت سهله بالنسبه لنا لان احنا كنا بنحاول نفهم. واهم جزء في الفهم انت تبقى فاهم ديفينيشن، تبقى عارف يعني ايه، يعني ايه ريليتيف ريسك، يعني ايه اتريتبل ريسك، يعني ايه اودز ريشيو. والله العظيم في ناس بتدخل ستيب 1 وبتخش ستيب 2 وما هي عارفه يعني ايه اودز ريشيو والفرق ما بين الاودز ريشيو والبروبابيلتي. فاهم جزء في الفهم ان انا عارف ديفينيشن. انت ما تعرفش ان في اسئله في ستيب 1 وستيب 2 بدل ما يقول لك احسب لي الاتريتبل ريسك يقول لك احسب لي ويذكر الديفينيشن اوف اتريتبل ريسك، لك احسب لي الاكسس ريسك النجع عن الاكسبوجر تو سموكينج وتؤدي ان يحصل مثلا نيموني او لنج كانسر. هو الديفينيشن ده هو الديفينيشن بتاع مين؟ الديفينيشن بتاعت الاتريتبل ريسك. اذا جزء اساسي من فهم الكلام اللي انا بقوله في محاضره النهارده ان انا ابقى عارف ديفينيشن الريليتيف ريسك. ما هو الديفينيشن اوف ريليتيف ريسك؟ الريليتيف ريسك هو تول اقدر من خلالها اقدر احدد السترينث اوف اسوسيشن ما بين الاكسبوجر والاوتكم في كوهرت ستدي. مش انت بتعمل في كوهرت ستدي قلت ان البدايه البيجنج بتكون اكسبوجر، بعمل فولوينج سواء فورورد في البروسبكتيف او باكورد في الريتروسبكتيف لوكينج فور الاوتكم. طيب انت هنا ممكن تعمل 2 باي 2 تيبل غير ال 2 باي 2 تيبل بتاع السنسيفتي والسبيسيفتي. ال 2 باي 2 تيبل ده الواي اكسس فيه هيكون الاي اللي هي مين؟ الاكسبوجر. والاكس اكسس فيه هو الاوكم اللي هو الديزيز اللي اتعامل عليه للصبي. انا عامل نفس اللي صار احنا قاعدين بنتكلم عنها سموكينج ولانج كانسر، خليها نفس حاجه نفضل نتكلم عنها طول محاضره النهارده برضو. وهنا في الاكسبوجر يس ونو، اكسبوز ونوت اكسبوز، واوكم جالو ديزيز يس ونو ما جالوش الديزيز. ده الاكسبوز ده اهو وده نون اكسبوز، والاوكم في اللي جاله ديزيز واللي ما جالوش الديزيز. ما احنا اتفقنا ان مش كل اللي عندهم الاكسبوجر او تعرض للاكسبوجر مش كل السموكرز هيجيلهم لانج كانسر. في مدخنين ما بيجيلهمش لانج كانسر والله عادي. وممكن اللانج كانسر للاسف ممكن شخص نوت اكسبوز وما هوش مدخن خالص ويجيله لانج كانسر، والأغلبية absent outcome مفيش lung cancer. طيب أنا عملت هذه الكوهرت ستدي وعايز أدور على تول تقدر تحدد لي how strongly الاكسبوجر اللي أنا عامل عليه للستدي اللي هو السموكينج associated مع الأوتكم اللي هو lung cancer. ممكن أقولها لك كديفرنشال بطريقة تانية، how more likely الاكسبوجر اللي هو السموكينج associated مع الأوتكم اللي هو lung cancer. بعملها في صورة comparison مقارنة ما بين الincidence rate اللي هي حاجة أصلاً أنت بتعملها following في الكوهرت الصبي ما بين الجروب اللي exposed والجروب اللي not exposed. إذن من فهمي وأنا لسه مبصتش على أي حاجة في PDF، يعني معنى كلامك إن أنا في relative risk هقسم it's about division. هقسم، هتقسم إيه؟ هقسم الincidence rate الاكسبوزد على الانسيدنس ريت في النون اكسبوزد، تديني فكره عن هاو مور لايكلي حدوث الاوتكم في الاكسبوزد بيشنت مقارنه بالنون اكسبوزد بيشنت. اقول لك ممتاز، احنا لغايه دلوقتي بنتكلم مع بعض ما بصناش في اي تيكست موجود في البي دي اف. تيجي برضه نكمل ما نبصش في البي دي اف وتعالى على 2 باي 2 تيبل ونقول هنحسبها ازاي، هتقوم قايل لي الانسيدنس ريت ده مش اول محاضره، ده قبل العيد، ده احنا نسينا يعني ايه انسيدنس ريت. افكرك الانسيدنس ريت هو النيو كيسز في البسط على كل البوتنشال ان يبقوا نيو كيس. يعني لما اطلع الانسيدنس ريت في الاكسبوز هيبقى ايه، غير ايه اللي هو النيو كيسز في كل الاكسبوز. هندي امثله بسيطه، ارقام بسيطه، طلعنا 25 على 25 زائد 75، 25 اللي هو نيو كيسز اللي جالهم الاوتكم اللي هو اللانج كانسر على كل المدخنين اللي انا دخلتهم للصادي اللي هم 100، طلع الانسيدنس ريت بتاعتك كام؟ 25%. ممتاز، طلع لي الانسيدنس ريت في الجروب الثاني اللي كان نون اكسبوز. جينا نبص لقينا النون اكسبوز النيو كيسز 5 على كل الغير مدخنين، كنت عامل برضه للصادي من 100 شخص 5 على 100
يبقى الانسنس ريت كام؟ 5% في النون اكسبوز. اقول لك ممتاز، يبقى انت كده طلعت لي ايه؟ الانسنس ريت في جروب الاكسبوز على الانسنس ريت النون اكسبوز. الريلاتيف ريسك هي اباوت ديفيجن. بقسم الانسنس ريت في الاكسبوز اللي هو 25% على الانسنس ريت في النون اكسبوز اللي هو 5%. 25 على 5 كام؟ 5. يبقى انا طلعت الريلاتيف ريسك كام؟ 5. الريلاتيف ريسك اللي انا طلعتها دي اقدر اترجمها في صوره تكست، اقول ايه؟ ان بناء على كوهرت ستادي اللي انا عملتها الاسوسيشن او اتس 4-5 تايمز مور لايكلي ان يحصل الاوتكم اللي هو لان كانسر في الجروب اللي تعرض للريسك فاكتور او الاكسبوجر اللي انا عملتها اللي هو السموكينج مقارنه بالجروب اللي هو نون سموكر. It's 5 times more likely due to vulnerable outcome في جروب الاكسبوزد مقارنه بجروب النون اكسبوزد. إذن أنا استخدمت هنا تول في الاناليسيس اوف كوهورت ستادي بتعتمد على الحاجة أصلا أنت بتدور عليها في كوهورت ستادي اللي هو الانسيدنس، قارنت الانسيدنس ريت في الجروب اللي تعرض للاكسبوجر على الانسيدنس ريت في الجروب اللي هو النون اكسبوزد، يديك فكرة عن السترينث اوف اسوسيشن أو هاو مور لايكلي إن أنا أشوف الأوتكم في جروب الاكسبوزد مقارنة بجروب النون اكسبوزد. اسمها ريلاتيف ريسك. It's about division. بقسم الانسيدنس ريت في الاكسبوزد على النون اكسبوزد. في صعوبة في الكلام اللي أنا قلته دلوقتي؟ مفيش، أعتقد إن صعوبة. أتكلم بس على الكلمتين دول عشان أبقى خلصت الريلاتيف ريسك. إن ممكن أعمل الصدي الريلاتيف ريسك تبقى أكتر من واحد زي ما طلعت، 5 5 times more likely. لكن في بعض الأحيان أعمل الصدي وأخد وقت وسنين وأدفع مصاريف كتير وفي الآخر أكتشف إن الريسك فاكتور is one. What is the definition إن الريلاتيف ريسك يكون واحد؟ ده معناه إن no difference ما بين إن أنت تبقى متعرض للإكسبوجر واللي مش متعرض للإكسبوجر، المدخن والغير مدخن مش فارقة، الاتنين في النهاية بيدين نفس الإنسيدنس ريت، ده معناه إن no association. في بعض الأحيان أعمل study وتطلع أقل من واحد، ده معناه إن الإكسبوجر اللي أنت عاملها دي بنقول عليها حتى protective exposure، ده بتقلل الإنسيدنس of the outcome. ده في حالة الريسك فاكتور اللي انت عاملها بروتكتيف اكسبوجر مش تزود الريسك او ديزيز، تبقى اقل من واحد. اللي يهمني من الكلام ده اكتر من واحد معناه اسوشيتد ويز انكريز للريسك ايكوال 1، ده معناه انه نو ديفرنس نو اسوشيشن ما بين الاكسبوجر والاوتكم. ده بالنسبه لاول حاجه اللي اسمها الريليتيف ريسك. بقسم اتس اباوت ديفيجن، بقسم الانسيدنس ريت في الاكسبوزد على الانسيدنس ريت في النون اكسبوز. انسيدنس ريت نيو كيسز على كل الاكسبوز، انسيدنس ريت في النون اكسبوز على كل النون اكسبوز. يطلع لك الريليتيف ريسك تقدر من خلالها تحدد السترينث ما بين الريسك فاكتور او الاكسبوجر والاوتكم. طيب هفوت الكلام ده واخش على طول على مين؟ على الكيس كنترول ستادي. بس قبل ما اخش على كيس كنترول ستادي ونعرف ازاي بنعملها اناليسس، الكلام اللي انا قلته بالنسبه للريليتيف ريسك في اي صعوبه، في اي مشكله في الريليتيف ريسك قبل ما نبتدي نتكلم عن كيس كنترول؟ الإبيديميولوجي والبايوستات، لو قعدت تسمع محاضراتي 3 4 5 6 7 8 9 10 محاضرات من غير ما تحل في الفاضي. الإبيديميولوجي والبايوستات تسمع مره واحده مرتين لو انت ما سمعتش الكلام ده خالص قبل كده وتحل. هتيجي تبص هتلاقي انه اخر الإبيديميولوجي والبايوستات ده الحاجات الصعبه في، يعني الحاجات الرخمه فيه، تلاقي ان ليها فكرتين او ثلاثه. انت متدرب على فكرتين او ثلاثه هتلاقي اصعب ليفل فيهم مثلا الفكره الثالثه دي، هتلاقي انه اصعب افكار موجوده في ستيب 1 هي اللي موجوده في ستيب 2. مفيش فرق في الصعوبه او مفيش اسئله مختلفه في ستيب 1 عن ستيب 2، هم نفس الكيسز بالظبط. فتسمع مره اتنين لو انت ما سمعتش الكلام ده قبل كده خالص وتحل، تركن كتاب البيهيفيرال ساينس ده لغايه اما تبتدي تراجع وما تشغلش بالك خالص. اهم حاجه البراكتسنج بالنسبه للابيديميولوجي والبايوستات. طيب كيس كنترول الصاري، كيس كنترول الصاري دي معلش ما اعرفش رابع ولا خامس مره كيس كنترول الصاري دي اني تايب اوف ستادي اللي كنت ببتدي فيها بالاوتكم واعمل لوكينج باكورد ان تايم ريتروسبكتيف
looking for exposure في الباس ميديكال هيستوري. برضو نفس 2 by 2 تيبل، هنا اكسبوجر وهنا اوكم، هنا يس ونو، يس ونو، بس المره دي البيجينينج بالاوكم. عندي جروب هسميه كيسز عندهم ديزيز لانج كانسر، وجروب اسمه كنترول ما عندهمش لانج كانسر، وبعمل ريتروسبكتيف لوكينج باكورد ان تايم، ببص على ايه؟ ببص على وجود الأدز أوف إكسبوشر في كيسز مقارنة بالكنترول، بدور على الأدز أوف إكسبوشر في كيسز مقارنة بالأدز أوف إكسبوشر في الكنترول. وهنا بقى يجي التكة اللي عايزك تفهمها. في صورة موجودة عندك في الإكسبليشن بتاعت الورد جميلة جدا، الصورة دي جايبينها في الإكسبليشن بتاعت الورد دي ليه؟ ولاخد بالك في فرق ما بين كلمة probability اللي ترجمتها بالعربي الاحتمالية والأدز اللي ممكن نقول عليها فرصة حدوث event معين. probability والأدز لما تيجي ترمي الزهر، عشان نتكلم عن موضوع ان الزهر يلعب معاك، لان احنا بتوع طب الزهر ما بيلعبش معانا، بنلعب دومينو، بنلعب بنك الحظ، ده اخرنا. لو قلت لك الفرق ما بين الأدز والprobability، لو قلت لك احسب لي البروبابيليتي ان انت ترمي الزهر ويطلع رقم واحد، الزهر يطلع لك رقم واحد، البروبابيليتي الاحتمالية، هتقول لي البروبابيليتي وفرصة حدوث هذا الايفنت انه يطلع لي رقم واحد على كل الاحتمالات الممكنة. الزهر فيه كم احتمال ممكن؟ ممكن يطلع لك واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة. ما عرفش الدكتور محمود جاب تمانية منين، ما عادش على القهاوي خالص. يبقى البروبابيليتي هنا ستة، واحد على ستة. طيب أما أقول لك إيه فرصة، أو هنا بقى what is the odds إن يظهر لي إن أنا أرمي الزهر يطلع لي رقم واحد. فهنا لازم تبقى عارف definition of odds، عارف يعني ايه هو الديفينيشن اوف اودز. قال لك الديفينيشن اوف اودز لايفنت معين اللي ترمي الزهر ويطلع لك رقم واحد هو فرصه حدوث هذا الايفنت على فرصه عدم حدوثه. تاني مهم الديفينيشن اوف اودز، الديفينيشن اوف اودز هو فرصه حدوث هذا الايفنت على فرصه عدم حدوثه. قول لي كده هتطلع كام لو جيت احسب اودز ان انا ارمي الزهر يطلع لي رقم واحد، هتبقى كام فرصه حدوثه على عدم حدوثه؟ هتقول لي فرصه حدوثه واحد على فرصه عدم حدوثه الخمس احتمالات المتبقيه، واحد على خمسه. اذا البروبابيليتي مختلفه عن الاودز، لان الاودز واحتمالية حدوث إيفنت معين على احتمالية عدم حدوثه. طيب أما باجي أعمل بقى أناليسس للكيس كنترول الصري بستخدم إيه؟ بستخدم الأودز ريشو اللي ديفينيشن بتاعها إيه؟ كلمة أودز بس لو أخدها كده على غم، احتمالية حدوث إيفنت معين على احتمالية عدم حدوثه. طيب الأودز ريشو بتاع الكيس كنترول الصري ديفينيشن بتاعها إيه؟ الأودز ريشو أوف كيس كنترول ستادي معناها هو فرصة الأودز أوف إكسبوجر في الجروب اللي اسمه كيسز مقارنة بالأودز أوف إكسبوجر في الجروب اللي اسمه كنترول. الأودز أوف إكسبوجر، مش أنا بعمل لوكينج باكورد إن تايم بدور على الإكسبوجر، الأودز أوف إكسبوجر يعني odds فرصة حدوث الشيء على فرصة عدم حدوثه في جروب اللي اسمه cases على جروب اللي اسمه control، ساعتها ال odds ratio هتبقى كام؟ A على C، لأن ال A هو فرصة ال exposure في جروب اللي اسمه cases على فرصة ال non exposure في جروب اللي اسمه cases، يبقى A على C على ال odds of exposure في جروب، ما انا بعمل كومبارسن ما بين الجروب اللي اسمه كيس والجروب اللي اسمه كنترول، على الاودز اوف اكسبوجر في الجروب اللي اسمه كنترول. الاودز اوف اكسبوجر اللي هي بي
على نو اكسبوجر في جروب اللي اسمه كنترول اللي هو الدي. تاني يعني كلمة أودز هو فرصة حدوث الشيء على فرصة عدم حدوثه. طيب الأودز ريشيو في كيس كنترول والأودز اكسبوجر في جروب اللي اسمه كيسز اللي عندهم الديزيز على الأودز أوف اكسبوجر في جروب اللي هو نون اكسبوز. الأودز أوف اكسبوجر في جروب اللي اسمه كيسز إنه يبقى تعرض للسموكينج على عدم حدوث هذا الاكسبوجر يبقى إيه على سي. والأودز أوف اكسبوجر بالنسبة للجروب اللي اسمه كنترول إنه تعرض للسموكينج اللي هو البي على عدم تعرضه للاكسبوجر اللي هو الدي. يبقى إيه على سي على بي على دي. أتمنى إن الناس اللي بوست جراديوت اللي تسمعنا دلوقتي يكون كلهم اتجوزوا وخلفوا وبيذاكروا لعيالهم من سلاح التلميذ. ليه؟ لأن والله العظيم الكلمة اللي أنا هقولها دلوقتي ما هي سحر ولا شعوذة. إنه أما كنت باجي أحول على اللي فيه فاكر سلاح التلميذ بتاع الحساب؟ أما كنت باجي أحول على فيه كنت بشقلب المقام يبقى بص والبص يبقى مقام. والله ده مو سحر ولا شعوذة. هتبقى إيه على سي عشان أحول على اللي فيه هتبقى دي على بي. والأزريشو زي ما موجود هنا هتبقى إيه في دي على بي في زي. وهنا نيجي لخلاصة بنستخدمها في مسائل السب 1 والسب 2 لما يتكلم عن كيس كنترول ستادي ولا تحسب لي الأودز ريشيو. بنستخدم حاجة اسمها كروس كالكوليشن، معادلة المقص. تعال بص كده، احنا طلعنا دلوقتي الأودز ريشيو ايه؟ A في D على B في C. الكروس كالكوليشن دي جابها منين؟ A في D على بي في سي. لما يجيب لك كيس كنترول صار يقول لك احسب لي، وجايب لك 2 باي 2 تيبل يقول لك احسب لي اوز ريشيو، اضرب المقص ده اي في دي على بي في سي. المقص ده كان منين؟ نسينا خطوه خطوه. يعني ايه اودز؟ وحسبت الاودز بتاعت الكيسز على الاودز بتاعت الكنترول عشان احول على اللي فيه المقام يبقى بص وبص يبقى في المقام. طلع لي في النهايه اي في دي على بي في سي اللي هي هنا بنقول عليها كروس كالكوليشن. هل في اي كلمه تخص الاودز ريشيو صعبه او اي حاجه محتاج في انا قلتها دي اعيدها؟ يبقى الكوهرت ستدي التول اللي بستخدمها في الاناليسس هو ريليتيف ريسك اتس اباوت فيجن باسنج. الانسيدنس في الاكسبوز على الانسيدنس في النون اكسبوز تطلع لي العلاقه والسترينث قوه العلاقه ما بين الاكسبوجر والاوتكم. اما في الكيس كنترول انا ببتدي بالاوتكم لوكينج فور اكسبوجر، فبدور على فرصه الاودز اوف اكسبوجر في الجروب اللي اسمه كيسز مقارنه بالاودز اوف اكسبوجر في الجروب اللي اسمه كنترول. لازم تبقى عارف الاول يعني ايه اودز. اودز هو فرصه حدوث الايفنت من عدم حدوثه. فما يحسب الاودز اوف كيسز اللي هو الجروب ده هتبقى حدوثه اللي هو ايه على عدم حدوث اللي هو سي، وكيسز حدوثه اللي هو بي على عدم حدوث اللي هو دي. وما يحول على اللي فيه المقام يبقى بص وبص يبقى في المقام. ده اللي اداني في النهايه الكروس كالكوليشن اللي بستخدمها لما اجي احسب الاودز ريشيو في كيس كنترول الصحيح. هل في اي كلام صعب في اللي انا قلته؟ طب كويس، ممكن أسأل سؤال ومعلم هو اللي يعرف يجاوبني السؤال ده بسرعة أول ما أسأله؟ هل من الممكن إن أنا أستخدم الأودز ريشو في الأناليسس لبعض أنواع الكوهر الصدي؟ أنت لسه قايل دلوقتي إن الكوهر الصدي بعملها أناليسس بالريلاتيف ريسك وكيس كنترول بالأودز ريشو. هل من الممكن إن أنا أستخدم الأودز ريشو تبقى أبروكسيمت للريلاتيف ريسك في بعض انواع الكوهرت الصدي؟ لا، ده انا كنت متوقع ان المعلم اللي هيجاوبني هيقول لي زي ما الدكتور محمد والدكتوره دينا قالوا لي يس، عشان اقوم ساله واقول له امتى
فيجاوبني ويقول لي في. ممتازة دكتورة دينا. في الرير ديزيز عندنا حاجة اسمها رير ديزيز أسامبشن. تعال كده بص، اللي قدامك دي هي الريلاتيف ريسك. يعني ايه الريلاتيف ريسك؟ الانسيدنس في الاكسبوست على الانسيدنس في النون اكسبوست. الانسيدنس في الاكسبوست في الباست نيو كيسز اللي هو الاي، اللي هو الاي على كل الاكسبوست اللي هو الاي زائد بي، اللي هو يعتبره بوتنشال او كان عندهم ريسك انهم يبقى نيو كيسز في الجروب اللي كان اسمه اكسبوست، على الانسيدنس في النون اكسبوست. الانسيدنس هنا كنا مسمينها كام؟ مسمينها ايه؟ سي في النون اكسبوست على كل النون اكسبوست اللي هو سي زائد دي. طيب لما يكون الديزيز اللي انا بعمله في الكوهورت ستادي از رير ديزيز، يعني معنى كده ان الانسيدنس دي هتكون فيري رير، واحد ولا اتنين، هل حسابيا ممكن ان انا جلكت الاي والسي في المقام؟ لما اجي ابص الاقي ان المقام البي دي هتمثل معظم اللي موجودين عندي في الجروب بتاع بتاع هنا الجروب الاكسبوز موجودين في البي، والدي ده هيبقى فيها معظم الرقم في الجروب اللي هو نون اكسبوز، والاي ده اللي هي المفروض تبقى هنا نيو كيسز اللي هو الانسيدنس، لان انا بتكلم عن فيري رير ديزيز، فالانسيدنس اللي هو الاي والسي هتكون فيري رير. يعني اما يكون الرقم اغلبه موجود هنا البي والدي والاي والسي اللي هو الانسيدنس او نيو كيسز واحد ولا اتنين، انا بتكلم عن رير ديزيز، هل حسابيا مش ممكن ان انا جلكت السي والاي في المقام وتصبح اللي كنا بنقول عليها ريلاتيف ريسك هنا هيها الاودز ريشو اي على بي، او لما نيجي نحول بقى على اللي فيه هتبقى اي في دي على بي في سي. ده ما يسمى بالرير ديزيز اسامبشن، اللي فيه الاودز ريشيو والريلاتيف ريسك بيكونوا الاثنين ابروكسيمت لبعض، ده اسمه رير ديزيز اسامبشن. وضافت قريب برضو الفيرست ايد موجود عندك في البي دي اف، هتلاقيها في النوت دي. طيب نطلع بقى نكمل الاناليسز بتاعت الكوهر الصادي والكلينيكال ترايل، واللي عليها الدور حاجه اسمها اتريتبل ريسك. اتريتبل ريسك خد بالك برضو قبل ما اتكلم عن اتريتبل ريسك، نفس الكلام اللي ينطبق على ريلاتيف ريسك ينطبق هنا على الاودز ريشو، موضوع انها تبقى اكتر من واحد او بتساوي واحد او اقل من واحد، هي نفس الفكره بس مش هنقعد نكرر نفس الكلام تاني. طيب تعال نتكلم عن بقيه التولز اللي انا ممكن استخدمها في الكوهورت ستادي وكذلك في الكلينيكال ترايل ستادز. عندي حاجتين هذكرهم ورا بعض، افهم ممكن ناخد شويه وقت في الفهم، بس والله الوقت اللي هتاخده معايا في الفهم ده يخليك بعد كده اما تيجي تراجع، حتى لما تيجي تحل وانت مش مذاكر كويس مش متذكر كويس، من مجرد انك تبقى عارف الديفينيشن وفاهم تقدر تجيب المعلومة وما تتعبش بعد كده في السيب 2. عندي حاجتين ورا بعض، حاجة اسمها attributable risk وحاجة اسمها attributable risk percent. اولا attributable risk، قلت لك attributable risk دي في سؤال عليها موجود في الورد ما قالكش حسب لي attributable risk صريحة، لا قالك الديفينيشن attributable risk، وانت لو فاهم الديفينيشن هتروح تحسب له attributable risk. ما هي الاتريتبل ريسك ديفينيشن؟ الاتريتبل ريسك كديفينيشن معناها الاكسس ريسك، الاكسس ريسك اللي ادت ان يحصل الاوكم وكانت اتريتبل تو ذا اكسبوجر. كلمه اتريتبل ممكن يعني نخليها بالعربي تقدر تلوم بيها او تقول ان سببها الاكسبوجر. تاني يعني ايه اتريتبل ريسك؟
الاتريتبل ريسك هو الاكسس ريسك، الاكسس ريسك اللي ادت ان يحصل اوتكم ونقدر نقول انها اتريتبل، تقدر تعمل بيها بليمينج للاكسبوجر اللي هو هنا برضو في مثالنا السموكينج. مثال هو اللي بيوضح لما اقول لك ان انا عملت كوهرت ستادي اللي اتفقنا ببتدي باكسبوجر ولوكينج فور انسيدنس، وكانت الانسيدنس اوف لانج كانسر في السموكرز 21%، والانسيدنس ريت في الجروب الثاني اللي هو النون اكسبوز كانت 1%. انت راجل لسه ما بصيتش على بي دي اف ولا بصيت على اي حاجه ولا اتكلمنا في بي دي اف خالص، انا بديك مثال وقلت لك كده بالعربي احنا قاعدين ندردش مع بعض. تفتكر الاكسس ريسك اللي ادت حدوث اللنج كانسر اللي هو الاوتكم ونقدر نلوم بيها، نقدر نقول ان سببها، نقدر نقول انها اتريتبل تو ذس اكسبوجر اللي هو السموكينج كام؟ هقوم واحد كده يقول لي لو كانت الريليتيف ريسك انت بتعمل كومباريسون وبتقسم، فهنا لو عايز الاكسس ريسك هتعمل ايه؟ هطرح about subtraction، هطرح الانسيدنس ريت في الاكسبوزد، اطرح منها النون اكسبوز اللي هي 1% بالظبط. لو ما بصناش في اي حاجه وفهمنا الديفينيشن تقدر تطلع الاجابه. الاكسس ريسك اللي قاعده ان يحصل الاوتكم اللي هو لانج كانسر، واقدر اقول انها اتريتبل للسموكر سموكينج والاكسبوجر، هقسم 21% ماينس 1% هيديني 20%. ده اسمها ايه؟ اسمها اتريتبل ريسك. يبقى الاتريتبل ريسك والاكسس ريسك ذات از اتريتبل تو اكسبوجر. طيب فالريليتيف ريسك كومباريسون ما بين التو جروبس اتس اباوت ديفيجن، الريليتيف ريسك والاكسس ريسك الاتريتبل تو الاكسبوجر اتس اباوت سبتراكشن. بطرح في كلا الحالتين في الريليتيف ريسك والاتريتبل ريسك بستخدم الانسيدنس ريت في الاكسبوز والنون اكسبوز، بس بقسم في الريليتيف ريسك بطرح في الاتريتبل ريسك. ولكن جبت لك 2 باي 2 تيبل اهو، وقلت لك احسب لي الريليتيف ريسك والاتريتبل ريسك. دماغ بقى شغال اوتوماتيك من كتر الحل، بقى اول حاجه بيفكر فيها ايه؟ راح يحسب الانسيدنس ريت في الاكسبوز والانسيدنس ريت في النون اكسبوز. 80 على كل الاكسبوز، 80 على 800 10%. الانسيدنس ريت في النون اكسبوز 80 على 80 زائد 1520 1600 طلع لك 5%. طيب يا حبيبي انت عايز ايه؟ عايز ريليتيف ريسك؟ هقسمهم 10 على 5 2%. عايز يعني ايه 2 ريليتيف ريسك 2؟ عايز تعرف يعني ايه ريليتيف ريسك؟ It's two times more likely أن يحصل الأوكم لما بيش انتهار لهذه الإكسبوجر. عايز أحسب لك الأتريتب الريسك، أجيب لك 10%، أطرح منها 5% هيديني 5%. عايز تعرف الإكسس ريسك اللي ممكن تكون نقول نقدر نقول إنها أتريتبل للإكسبوجر لهذا أتريتبل لهذه الإكسبوجر اللي هو السموكينج، الإجابة 5%. يبقى عرفنا ايه هو الريليتيف ريسك، عرفنا هي الاتريتبل ريسك، والاثنين بيستخدموا الانسيدنس ريت الاكسبوز والنون اكسبوز، بس اتس اباوت ديفيجن اسمه عشان اكمبير ما بين التو جروبس في الريليتيف ريسك، وبطرح عشان اطلع الاكسس ريسك في حاله الاتريتبل ريسك. طيب اللي بعدها ودي اللي لما بتيجي في كيس بتبقى ارخم. ليه؟ لان انت ساعات ما بتبقاش عارف، او بالذات اللي مش عارف ديفينيشن ان دي الاتريتبل ريسك بيرسنت. بالنسبه لايه دكتور احمد؟ انت بتطلع الانسيدنس ريت، ما هو مش بتطلع الانسيدنس ريت في النون اكسبوزد. الانسيدنس اللي هو نيو كيس 80 على كل النون اكسبوزد اللي هو 1600 اداك 5%. عايز تطلع الريليتيف ريسك هتقسم، عايز تطلع الاتريتبل ريسك هتطرح. يعني انا لما اجيب تو بيشنت هم دكتور بشوي اللي انا عملت عليهم الصدي، واحد ما بيدخنش واحد بيدخن، لو عايز اقول
اه ما ده بقى، ده بقى طلع كتاب. احنا محتاجين كتاب سلاح التلميذ يا دكتور احمد، محتاجين كتاب سلاح التلميذ في موضوع الحسابات ده. بس خد بالك الاسئله في اليولد ما بتجيش، الموضوع كمان ان هو يحتاج الى توحيد المقامات. كنت بقول لك يا دكتور بشوي، لو جبنا بيشنت مدخن وغير مدخن، الغير مدخن، غير مدخن في اذر ريسك فاكتورز، مش بس السموكينج ممكن تؤدي ان يحصل لانج كانسر، والبيشنت تاني اللي جاله لانج كانسر، لو انا عايز اقول الاكسس ريسك اللي عملها التدخين في البيشنت ده مقارنه بالبيشنت اللي هو مش مدخن، اكسس ريسك اللي حصلت نتيجه التدخين او الاكسبوجر للسموكينج بناء على الصادي اللي انا عملتها، اقدر اعملها من خلال انه طلع الانسيدنس ريت في الجروب اللي كان اكسبوز وجروب النون اكسبوز، اطرحهم من بعض يديني الاكسس ريسك اللي ادت اللي جاله لانج كانسر ده في الجروب اللي هو السموكر، اقول ان الاكسس ريسك ما بين النون سموكر والسموكر، والسموكر از اتريتبل تو سموكينج، اقدر اعمل بيها بليمينج للسموكينج او الاكسبوجر. وصلت؟ يعني لما اجي حتى احسبها بعد كده ما بين تو جروبس بلارج نمبرز، لو عايز اقول هاو ميني مور كيسز، هاو ميني مور كيسز ظهر فيها هذه الاوكم اللي اقدر اقول سببها السموكينج، اقدر اضربها بان انا احسب اتريتبل ريسك، اتريتبل ريسك دي في النمبر الموجود. فده معنى كلمه اتريتبل ريسك، الاكسس ريسك نتيجة الاكسبوجر، الاتريتبل تو اكسبوجر، لما اجي اقارن ما بين بيشنت اكسبوز وبيشنت نون اكسبوز. طيب ده الاتريتبل ريسك. بعد الاتريتبل ريسك على طول في حاجه اسمها اتريتبل ريسك بيرسنت. الاتريتبل ريسك بيرسنت، الاتريتبل ريسك بيرسنت من اسمها ده اتريتبل ريسك، بحسب الاكسس ريسك بس في صوره بيرسنت، في صوره بيرسنتج، بحسب الاكسس ريسك ان اكسبوزد بوبيليشن والاكسبوزد جروب، بس بحسبها ان بيرسنتج في صوره نسبه مئويه. طيب قبل ما نبتدي نقول ديفينيشن ونفهم ونعرف كمان الكالكوليشن اللي ذكرها الفيرست ايد جت منين، تعال الاول نبقى زي البصمجيه اللي بيذكروا فيرست ايد حتى ما يفهم ديفينيشن. الفيرست ايد يقول لك ان الاتريتبل ريسك بيرسنت هي كالكوليشن بيستخدم الريليتيف ريسك، بيستخدم الريليتيف ريسك في البسط والمقام، لكن في البسط بتطرح منها واحد. تعال نحفظ الاول وبعد كده نفهم. الاتريتبل ريسك بيرسنت، الاكسس ريسك ان بيرسنتج، هي equation بتستخدم في البسط والمقام الريليتيف ريسك، بس في البسط بتطرح منها واحد. اللي عايز يفهم هقولها مرة واحدة، فهمتها فهمتها، اللي عايز يفهم بس منين جت أصلا الـ equation دي، الريليتيف ريسك في البسط والمقام وفي البسط تطرح منها واحد، إنه تعالى من الأول خالص الـ attributable risk percent هو الـ excess risk in percentage. انا ما فهمتش يعني ايه اكسس ريسك ان برسنتج، يعني من كل الانسيدنس او النيو كيس في الجروب اللي تعرض للاكسبوجر، من كل الانسيدنس او النيو كيسز اللي جالهم الاوتكم في الجروب اللي تعرض للاكسبوجر، لو عايز احسب الاكسس ريسك، وعايز احسب الاكسس ريسك اللي سببها او الاتريتبل للاكسبوجر بس، اللي هي هنا الاكسس ريسك، احطه في البسط، احطه في البسط، هتيجي تبص تلاقي في البسط الاتريتبل ريسك الانسيدنس اوف اكسبوزد ماينس الانسيدنس في النون اكسبوزد، لانه حصل انسيدنس او نيو كيسز في الاكسبوز وحصل انسيدنس في نيو نون اكسبوزد،
يعني معنى الكلام ده انه مش فقط السموكينج هو الاتريتابل فاكتور الوحيد او ريسك فاكتور الوحيد للسموكينج، لكن لو عايز احسب الاكسس ريسك اللي هو الاتريتابل ريسك في صوره برسنتج من كل اسباب او من كل النيو كيسز او الانسيدنس في الجروب اللي هو اكسبوز اللي سببه الاتريتابل ليه السموكينج فقط، هجيب الانسيدنس ريت في الاكسبوز اطرح منه الانسيدنس ريت في النون اكسبوز اللي كنت بقول عليها دلوقتي اتريتابل ريسك، بس عايزها ان برسنتج، يعني احط في المقام هنا كل الانسيدنس في الجروب اللي اسمه الاكسبوز، ودخل هنا بتوع الماس بتوع الحساب قال لك لو انت ضفت في المقام بتاع البسط والمقام نفس الشيء فده لا يزيد ما يزودش ولا يقلل من الإكويشن. ليه؟ لأن المقامات في البسط والمقام بتكنسل بعضها، يعني لو الاتريتابل ريسك اللي هو الانسيدنس اكسبوز ماينس الانسيدنس في النون اكسبوز وانت عايزها في صورة برسنتج فحطيت هنا الانسيدنس في الجروب اللي هو الاكسبوز وجيت حطيت في البسط والمقام حاجة واحدة فده انماس في الحساب الحاجة الواحدة في مقام البسط والمقام بيكنسلوا بعض، تقدر تكنسلهم مع بعض فما زودهم كأني ما عملتش حاجة، بس بتاع الماس لما جه ضاف هنا في البسط والمقام حط لهم مقام واحد اللي هو الانسيدنس في النون اكسبوز ورجعنا بعد كده قسمنا دي لوحدها انسيدنس اكسبوز ده على انسيدنس في النون اكسبوز وهنا incidence في النون اكسبوز على incidence في النون اكسبوز، يعني incidence النون اكسبوز على نفسها وهنا incidence اكسبوز على incidence النون اكسبوز. وجيت اسالك دلوقتي وقلت لك incidence في الاكسبوز على incidence في النون اكسبوز دي اسمها ايه؟ هتقول لي relative risk. اذا relative risk موجوده في البسط موجوده في المقام والحاجه اللي مقسومه على نفسها بتديني واحد، إذن الإكويشن دي عملها بتوع الماس بعد ما فهموا يعني إيه اللي أنا عايز أحسب الاتريتابل ريسك إن برسنتج، عايز أحسب الإكسس ريسك الاتريتابل للسموكينج مقارنة بكل الإنسيدنس أو بكل النيو كيس في الإكسبوز جروب، فأم حاطط في البسط الاتريتابل ريسك وفي المقام أنت عايز تعرف الإكسس ريسك الاتريتابل للسموكينج ده من كل النيو كيسز في الجروب اللي هو الإكسبوز، جاء بتاع الماس ضاف في المقام بتاع البسط والمقام نفس الحاجة وبتعمل الكلام ده الماس انت ما عملتش اي خلل حسابيا، هي ليه المفروض دول حسابيا يكنسلوا بعض، لكن ده خلانا نطلع هذه الإكويشن البسيطة اللي نقدر نستخدمها لما نحب نطلع الاتريتابل ريسك برسنت اللي بستخدم فيها الريلاتيف ريسك في البسط والمقام واطرح منها واحد في البسط. إذن الاتريتابل ريسك هو الإكسس ريسك الاتريتابل للإكسبوشر، بجيب الإنسيدنس في الإكسبوز والإنسيدنس في النون إكسبوز وأطرحهم من بعض بطلع الإكسس ريسك، لكن لما أجي أحسبها إن برسنتج عايز أطلع الإكسس ريسك الأتريتابل للإكسبوشر مقارنة بكل الإنسيدنس أو النيو كيسز في الإكسبوشر بستخدم في هذه الإكويشن الريلاتيف ريسك في البسط وفي المقام، بس هطرح في البسط أطرح منها واحد. يعني لما أجي أقول لك إنه عملت كوهارت ستادي وعملت كوهرت ستادي طلعت الريلاتيف ريسك في كوهرت ستادي دي 4 وقلت لك احسب لي الاتريتابل ريسك برسنت، هتجيب 4 تطرح منها 1 يبقى 3 على 4 هيطلع لك الاتريتابل ريسك برسنت 75%. طيب ده بالنسبه للاتريتابل ريسك والاتريتابل ريسك برسنت، في اي مشكله في الاثنين دول قبل ما نخش على الاثنين اللي بعدهم؟ احنا بتبقى لنا بالنسبه للايكويشنز دي لسه 4، اثنين هنشرحهم مع بعض واثنين برضه هنشرحهم مع بعض. في اي مشكله بالنسبه للاتريتابل ريسك برسنت والاتريتابل ريسك؟ الاتريتابل ريسك والاكسس ريسك بجيب الانسيدنس في الاكسبوز والانسيدنس في النون اكسبوز اطرحهم من بعض. الاتريتابل ريسك برسنت هي ايكويشن بتستخدم الريلاتيف ريسك في البسط والمقام، لكن في البسط بطرح منها واحد. الاتريتابل ريسك برسنت هي الاتريتابل ريسك هي الاكسس ريسك ان برسنتج.
في اي اسئله بالنسبه للاتوتو بريسك؟ بالنسبة لإيه؟ بالظبط. الدكتور محمد شعراوي قال حاجة أنا ممكن أقولها للي لسه برضه ما هوش فاهم الاتريتبل ريسك بيرسنت. الاتريتبل ريسك بيرسنت أنا عايز أحسب الاتريتبل ريسك الإكسس ريسك الاتريتبل الإكسبوجر في صورة برسنتج. والله يا جماعة لو الأوتكم دي اتريتبل للسموكينج بس كان 100% من الاكسبوزد كان جالهم لانج كانسر و 100% من الاكسبوزد كان جالهم ما جالهمش لانج كانسر. لكن انه يبقى نون اكسبوزد ويجيله لانج كانسر معناه ان في اذر اتريتبل فاكتورز اذر ريسك فاكتورز. لما احب احسب الاكسس ريسك الاتريتبل لهذا السوشيال اللي انا عاملها بس دي اللي هي السموكينج من كل الانسيدنس ريت في الجروب اللي هو الاكسبوزد، مش انت بتقول ان في الانسيدنس ريت في الاكسبوزد ده على الرغم ان هو اكسبوزد بيتعرض للسموكينج في اثر اتريتبل ريسك فاكتور. الدكتور محمد شعراوي قالها بجمله بسيطه وجميله. لو انا عايز بقى اخد الاكسس ريسك الاتريتبل للسموكينج على جنب واكسكلود منها الاثر ريسك فاكتورز، اقوم اجيب الانسيدنس اللي سببها السموكينج، اطرح منها في الانسيدنس اوف نون سموكينج اللي سببها الاذر ريسك فاكتورز على كل الانسيدنس في الاكسبوزد، يطلع لي الاكسس ريسك ان برسنتج 75% اللي اتريتبل للسموكينج، والاذر ريسك فاكتورز هتبقى ال 25%. الاتريتبل ريسك مالها يا دكتوره فرح؟ الاتريتبل ريسك هي الاسهل، يعني لو حد عنده مشكلة تبقى في الاتريتبل ريسك برسنت. الاتريتبل ريسك هو الاكسس ريسك، بتحسب الانسيدنس في الاكسبوز والانسيدنس في النون اكسبوز وتطرحيهم من بعض. لو بتكلمي هنا في المثال ما الدكتور احمد قال ده حساب سلاح تلميذ ان انت توحدي المقامات، بتضربي في 2 زي ما تضربي المقام في 2 هتضربي البص في 2. فاكره الكلام ده مصلحه الميز ولا لا؟ بس عموما الاسئله ما بتجيش كده في الوورد، ده مثال كده موجود في كابلن مع انا شويه ان هو جايب توحيد مقامات، انا حتى ما ركزتش عليه، ما تشغلوش بالكم في موضوع توحيد المقامات ده، يعني نركز على الكونسبت الاهم. فهمتي موضوع توحيد المقامات؟ فهمتي ان انت لازم عشان تطرحي حاجه من حاجة لازم توحدي المقامات، فضربت 2 في البسط والمقام عشان توحدي المقامات بس. طيب نخش على الاثنين اللي بعدهم اللي اسمها الابسوليوت ريسك ريدكشن والريلاتيف ريسك ريدكشن. الاثنين فكرتهم قريبة جدا من الاتريتبل ريسك والاتريتبل ريسك بيرسنت، بس الابسوليوت ريسك ريدكشن والريلاتيف ريسك ريدكشن بنستخدمهم غالبا في الكلينيكال تراينز اللي انا عاملها في صوره ان انا بتكلم عن انترفينشن اللي ممكن يكون فاكسين اللي ممكن يكون دراج اللي ممكن يكون سيرجري. هدفي منها ان انا ايه؟ احنا كنا بنتكلم عن ريليتيف ريسك انها تزود الريسك اوف ذا ديزيز في الكوهورت ستادي. لما اتكلم عن كلينيكال ترايل انا بستخدم انترفينشن، هدفي ان انا اقلل الريسك، اقلل المورتاليتي، اقلل الريسك اوف ذا ديزيز، اقلل المورتاليتي اوف ديزيز.
وبالتالي لما اجي اقول لك ديفينيشن اوف ابسولوت ريسك ريدكشن، اديك الاول مثال من غير ما تبص خالص على اي حاجه. لو قلت لك ان انا عامل كلينيكال ترايل ستادي بستخدم فيها دراج اكس قبل هذا الانترفنشن كان المورتاليتي اوف ديزيز معين 30%، بعد ما عملت هذه الكلينيكال ترايل اللي استخدمت فيها انترفنشن قدرت ان انا اعمل ريدكشن للريسك او ريدكشن للمورتاليتي ريت، خليت بدل ما هي 30% 18%، خليت المورتاليتي ريت بدل 30% 18%. وقلت لك ان الديفينيشن اوف ابسولوت ريسك ريدكشن، الابسولوت ريسك ريدكشن هو هو ان انا بعمل كومباريزون ما بين التو جروبس، جروب اللي اسمه كنترول وجروب اللي اسمه تريتمنت او اللي انا عامل عليه انترفنشن. عايز اعمل كومباريزون ما بين الديفرنس اوف ريسك، ديفرنس اوف ريسك في جروب اللي هو كنترول قبل ما استخدم انترفنشن، والجروب اللي انا عملت عليه الاستدي او استخدمت فيه تريتمنت اللي عمل ريدكشن للريسك. بالعربي، كلام بالعربي، تقوم تحسب لي الابسولوت ريسك ريدكشن كام. قبل الانترفنشن كان المورتاليتي ريت 30%، بعد الانترفنشن المورتاليتي ريت بقى 18%. اذا انا عملت ابسولوت ريسك ريدكشن after this intervention قد ايه؟ It's again about subtraction. هطرح الاترتب الريسك، وكنت بحسب اكسس ريسك نتيجة اكسبوجر. هنا بتكلم عن ديفرنس او كومباريزون للريسك قبل ما استخدم الانترفنشن وبعد ما استخدم الانترفنشن. It's about subtraction. للريسك قبل الانترفنشن وبعد الانترفنشن 30 ناقص 18 هيديني زي ما انت قلت 12%. طيب فهمنا يعني ايه absolute risk reduction؟ طيب الـ relative risk reduction هو الـ comparison، هو الـ risk reduction في صورة percentage. جبت لك صورة هتفهمك يعني ايه relative risk reduction بطريقة سهلة جدا، ونفس الأرقام اللي احنا بنستخدمها دلوقتي. لو قلت لك انه المورتاليتي ريت بتاع ديزيز معين قبل الانترفنشن اللي انا عملته 30%، قدرت ان انا اعمل كلينيكال ترايل واستخدم انترفنشن، هذا الانترفنشن قلل المورتاليتي ريت بدل 30% بقى 80%. انت عارف بقى يعني ايه ريليتيف ريسك ريدكشن؟ الريلاتيف ريسك ريدكشن هو الريسك ريدكشن اللي انا عملتها، اللي هي دي ان برسنتج. يعني عايز اعرف ال 12% اللي انت قلتهم دول في الريلاتيف ريسك نسبتهم قد ايه من الريسك قبل الانترفنشن. اديك مثال سهل للناس اللي بتحب الحساب، او في 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 مقوله اخرى بيقولوا الماس. لو قلت لك ان الريسك ان يحصل انفكشن معين قبل اختراع فاكسين عامل عليه كلينيكال ترايل 8%، الريسك بقت 2% بعد ما عملت كلينيكال ترايل لفاكسين، عملت كلينيكال ترايل على فاكسين قدرت ان انا اوصل الريسك، عملت ريسك ريدكشن بقت دلوقتي 2%. هسألك سؤالين، الابسولوت ريسك ريدكشن اللي انا عملتها افتر ذس كلينيكال ترايل قد ايه؟ الابسولوت ريسك ريدكشن 6%. انا جايب المثال ده ارقام بسيطه عشان اللي دماغه شغاله هيجاوبني بسرعه. طيب عايزك بعد ما حسبت لي الابسولوت ريسك ريدكشن اللي بعد ما قلت لي انها 6%، عايزك تحسب لي الريليتيف ريسك ريدكشن. انت قلت لي يعني ايه ريليتيف ريسك ريدكشن؟ يعني ايه ريليتيف ريسك ريدكشن؟ الريسك ريدكشن اللي انت عملتها دي
in percentage مقارنة بالريسك قبل الانترفنشن. الستة في المية من 8% كام؟ لا احسبها صح. الستة في المية اللي انت قللتها نسبتها من الريسك قبل الانترفنشن كام؟ 75%. 75% ده الريلاتيف ريسك ريدكشن. يبقى المثال ده جميل جدا، الصوره دي جدا جميله جدا عشان تعرفك يعني ايه ريلاتيف ريسك ريدكشن. الابسولوت ريسك ريدكشن لان كان عندي مورتاليتي ريت 30% بعد الانترفنشن اللي عملته خليت المورتاليتي ريت ده 18%. الابسولوت ريسك ريدكشن الدفرنس ما بين التو جروبس الكنترول اللي ما بياخدش انترفنشن والجروب اللي عملته انترفنشن هطرح اتس اباوت سبتراكشن 30 ناقص 18 12 للابسولوت ريسك ريدكشن. اما الريليتيف ريسك ريدكشن عايز احسب الريسك ريدكشن دي ان كومباريزون او ريليتيف للريسك اللي كانت موجوده قبل الانترفنشن نسبتها كام. يعني عايز اعرف ال 12% دي بتمثل قد ايه من 30%. حد ما قال حسب يحسبها لنا؟ هتطلع 40%. وهنا نيجي بقى للزتونة برضو. أنا قلت لك 2 و2 attributable risk و risk reduction. attributable risk الديفينيشن بتاعها إيه؟ الـ excess risk is about subtraction. الـ incidence في الـ expose، incidence في الـ non-expose أطرحها من بعض أطلع لك الـ excess risk. الـ attributable risk percent هي equation بتستخدم الـ relative risk في البسط وفي المقام. بس في البسط هتطرح الريت اوف ريسك من 1. الابسولوت ريسك ريدكشن بتكمبير ما بين تو جروبس كنترول وتريتمنت. ساعات في بعض الاسئله الموجوده في الولد يقول لك الابسولوت ريسك ريدكشن incidence of control minus incidence في treatment. لأن أنا بعمل clinical trial عايز أعمل risk reduction، فطبيعي أن دايما هتلاقي أن incidence of control في clinical trial أعلى وأنا عايز أعمل لها reduction من خلال treatment، فأطرح incidence of treatment من incidence of control أطلع absolute risk reduction. عم عايز أحسب risk reduction اللي عملتها دي in percentage كمقارنة ما بين الريسك اللي كانت موجودة قبل الانترفنشن، ده اسمه الريلاتيف ريسك ريدكشن. يقول لك الفرس ايد ايه برضو دي ايكويشن بستخدم فيها الريلاتيف ريسك، بس بطرح فيها الريلاتيف ريسك من 1 minus ريلاتيف ريسك. الكلام ده جاي منين؟ انت فهمت؟ تعال نكمل فهم. انت قلت لي معلش تاني كده كديفينيشن الريلاتيف ريسك ريدكشن دي معناها ايه؟ معناها الريسك ريدكشن اللي انت عملتها in comparison للريسك اللي كانت موجودة قبل الانترفنشن. يعني الريسك ريدكشن اللي انت عملتها هو اللي هو الانسيدنس اوف كنترول على اعتبار ان الكنترول ده بياخد بلاسيبو ماينس الانسيدنس في التريتمنت جروب اللي انت بتدي له الدراج اللي انت عامل عليه الكلينيكال ترايل. عايز اعمل له كومباريسون اقارنه ما بينه وما بين الريسك اللي كانت موجودة قبل الانترفنشن اسمه ريليتيف ريسك ريدكشن. طيب جا بقى بتاع الحساب بتاع صلاحية التلميذ، أبو واخد دي الوحدة ودي الوحدة، الحاجة على نفسها بتسوي إيه؟ بتسوي 1. والإنسيدنس أوف تريتمنت على الإنسيدنس في كنترول في حالات الكلينيكال ترايل ستادز ده اللي بيديك الريلاتيف ريسك في الكلينيكال ترايل ستادز. 1 ناقص ريلاتيف ريسك هيديك الريلاتيف ريسك ريدكشن. طيب لغاية دلوقتي تمام؟ في أي مشكلة قبل ما نخلص بقى آخر اتنين وبعد كده ناخد البريك؟ أنا مش فاهم الريت بريسك إيه على سي، مش فاهم.
اي اسئله بالنسبه للجزء بتاع الريسك ريدكشن قبل ما نخلص اخر اتنين، نمبر نيدد تو تريت ونمبر نيدد تو هارم؟ relative risk في حالة الكوهورت صلي، الـ incidence في الإكسبوز على الـ incidence في النون إكسبوز. في حالة clinical trial incidence of treatment على incidence of control. لا لازم البريك يا دكتورة دينا، احنا قاعدين بنتكلم في حاجات فيها ماس، في ناس بتسمعها لأول مرة، لازم يبقى في بريك. انت بتسأل على ايه بالظبط يا دكتور احلام؟ قصدك الاي ار، الاي ار ار صح؟ الابسولوت ريسك ريدكشن ولا ايه؟ الابسولوت ريسك ريدكشن المفروض ان هي الاسهل مقارنه بالريلاتيف ريسك ريدكشن يا دكتوره احلام. دي احد التولز اللي بتستخدميها لما تبقى عامله كلينيكال ترايل. انت عامله في كلينيكال ترايل اني عامل ان عامله انترفنشن عايز تقلل بيها الريسك اوف ديزيز معين، تقليل الريسك او المورتاليتي اوف ديزيز معين. لو افترضنا ان الريسك او المورتاليتي لديزيز معين قبل هذا الانترفنشن كانت 30%، طلعتي انت عملتي هنا انترفنشن للدراج قدر يخلي المورتاليتي دي بدل 30% بقت 18%. اما تيجي بقى تحسبي الديفرنس او الريسك ريدكشن اللي عملها الانترفنشن اللي انت عملتيها دي، هتحسبي 30% اللي كانت موجوده قبل الانترفنشن، تطرحي منها الريسك اللي انت عملتيها افتر انترفنشن، يديكي الابسولوت ريسك ريدكشن. هتيجي تحسبي بقى البرسنت الريلاتيف ريسك ريدكشن، انت بتحسبي الريسك ريدكشن اللي انت عملتيها ان كومباريزون للريسك اللي كانت موجوده قبل الانترفنشن. بتستخدمي في الايكويشن دي الريلاتيف ريسك، تطرحيها من واحد، واحد ماينس ريلاتيف ريسك. مية في المية ايه؟ مش فاهم إيه، مين اللي قال الاي وزائد بي؟ انت بتستخدم ارقام للبوبوليشن انت عامل عليها الاستادي. طيب خلينا نكمل وبعد كده ماشي. انت ما بتستخدمش هنا في الايكويشن برسنتج، ده بتستخدم ارقام 25 و75 و95، انت بتستخدم ارقام ما بتستخدمهاش كبرسنتج. في بعض الاستادس ممكن البوبليشن مش يعني التو جروبس مش شرط يكونوا نفس الرقم بالظبط. طيب اخر اتنين بالنسبه للاناليسس حاجه اسمها نمبر نيد تو تريت ونمبر نيد تو هارم. انا احب الاول ان انا ابتدي بالنمبر نيد تو هارم. ديفينيشن اوف نمبر نيد تو هارم، هنا بنتكلم عن نمبرز، سو نمبر نيد تو تريت او نمبر نيد تو هارم، انا بتكلم عن نمبرز. نمبر نيد تو هارم هو النمبر اوف بيشنت اللي محتاج ان انت تعرضهم للاكسبوجر عشان وان بيشنت يديفلوب الاوتكم، عشان وان بيشنت بناء على definition number of patient اللي تعرضوا للإكسبوجر عشان one patient يبقى harmed، ده مقصود بال number needed to harm. محتاج كام واحد يتعرض للإكسبوجر اللي هو السموكينج عشان one patient يدفلوب الأوتكم. مش شرط نحسبها في نفس أو نتكلم عنها في نفس المثال اللي احنا قاعدين بنتكلم عنه دلوقتي، ممكن نتكلم عنها مثلا في clinical trial drug. درج مثلا زي ده مثال موجود في كابلان، سفيرون اللاكتون. سفيرون اللاكتون ده من ضمن الدراجز اللي بتقلل مورتاليتي في الهارت فيلير، وليه سايد افكت، ومن ضمن السايد افكت دي ان ليه انتي انتروجينيك افكت، بيبقى ليها تاثير في الميلز انه
ممكن يؤدي ان يحصل جينيكوماسيا، البريست تيشو بتاع الميلز يزيد، ممكن تؤدي ان يحصل عندهم اريكتال ديسفانكشن، يقل الليبيدو، السكشوال ديزاير بتاعته تقل. وبالنسبه للفيميلز ممكن تعمل لها منسترون ايريجولاريتيز. فانا ممكن اتكلم عن النمبر نودي تو هارم. المثال اللي احنا قاعدين بنتكلم عنه دلوقتي كان بيشن محتاج ان هو يتعرض للاكسبوجر والسموكينج عشان يديفلوب وان كيس تبقى هارمد ويجي لها الاوكم. او المثال اللي انا بتكلم عنه دلوقتي لو انا مثلا بتكلم عنه كلينيكال ترايل، كان بيشنت هياخد السويرون واللاكتون عشان وان بيشنت يديفلوب انتي اندروجينيك سايد افكت. يبقى كديفينيشن النمبر اوف بيشنت اللي انت محتاج ان تتعرضهم للاكسبوجر عشان يديك اوكم او يبقى هارمد بناء على الديفينشن الموجود. طيب سيب الكلام اللي في التكست ده على جنب، تعال نتكلم كده ايه قاعدين على قهوه بندردش مع بعض. لما اقول لك انت محتاج الى كام بيشنت علشان واحد منهم يبقى هارمد، لو عندك معلومه بتقول ان الاكسس ريسك الممكن تؤدي الى هذه الاوكم واتريتبل لهذه الاكسبوجر ان انت تبقى سموكر او ان انت تاخد السبيرون لابتون 20%. لو الاكسس ريسك الممكن تؤدي الى هذه الاوكم واتريتبل للاكسبوجر اللي انا عامل عليها الاستادي 20%، فانت محتاج الى كام واحد النمبر اوف بيشنت اللي محتاجهم عشان وان بيشنت يبقى هارمد. سيبك من اي كلام موجود، احنا بندردش مع بعض. لو قلت لك ان الاكسس ريسك اللي هتؤدي ان يحصل ان بيشنت يبقى هارمد، يجي له لانج كانسر، يجي له السايد افكت بتاعت السبيرون ولابتون، الاكسس ريسك اللي تؤدي ان يحصل اوكم واتريتبل للاكسبوجر اللي انا بتكلم عنها 20%، فانت محتاج الى كام واحد علشان one patient department. هتقول لي عشان one patient department البرسنتج اللي تتكلم عنها في الاكسس ريسك دي محتاج ان انا اوصلها دكتور محمد شهراوي معايا طول الوقت، اوصلها ل 100% عشان يبقى one patient يبقى هارمد. يعني محتاج كام patient؟ محتاج الى 5. قمنا جبنا واحد بتاع ماس، قال لنا يا جماعه انت عارف الكلمه اللي انت بتقولها دي، انت بتقول لي احسب لي النمبر اوف بيشنت اللي محتاجهم عشان يبقى 1 بيشنت هارمد، لما تكون الاكسس ريسك الاتريتبل الاكسبوجر اللي انت بتتكلم عنها دي وتؤدي الى الاوكم 20%. ما هو ده الديفينيشن بتاع مين يا جماعه؟ الاكسس ريسك اللي انا قلتها دي ده الديفينيشن بتاع مين؟ بتاع الاتريتبل ريسك. اما واحد بتاع ماس ما هوش علاقه بالطب، قالك يا جماعه لما تحبوا تحسبوا النمبر نيتو تو هارم عدد البيشنت اللي انت محتاجهم وتعرضهم للاكسبوجر معينه عشان يبقى 1 بيشنت تو هارمد هو الانفيرس بتاع الاتريتبل ريسك. خد الاتريتبل ريسك ده حطها هنا في المقام يديك العدد. حد كده معاه الحاسبه يحط يحسب لي 1 على 2 من 10 طلعت لك كام؟ 5 بيشنت. إذا لما الفرس إيد يجي ويقول لك a number needed to harm one inverse of attributable risk، هو قالها لي خبط لزق، وأنا محتاج أن ينزل علي الوحي يقول لي الكلام ده جاي منين. definition يعني إيه number needed to harm؟ عدد البيشن ده محتاجهم تعرضهم للإكسبوجر عشان يبقى one patient harmed. لما أقول لك إنه الإكسس ريسك النجة من attributable إكسبوجر معينة كذا محتاج كام patient، علما بان الاكسس ريسك اللي نتج الاكسبوجر دي كذا عشان 1 بيشنت يبقى يديفلوب او يبقى هارمد، احسب الانفيرس الديفينيشن انتو ده اللي انت قلته ده هو الاتريتبل ريسك 20%، يعني محتاج 5 عشان 1 في 100% ان يبقى واحد يبقى هارمد. فالانفيرس اوف اتريتبل ريسك هو النمبر نيدد تو هارم. طيب سؤال آخر وجواب من خلال الشات. تفتكر لو أنا بعمل study أو clinical trial على drug وعايز أقارن الدراج ده
باذر دراج موجود ان ذا ماركت، والاثنين بيعملوا نفس السايد افكت، انتي ادروجينيك افكت. والايتين السبايرون اللاكتور اللي انا عامل عليه للصدي محتاج النمبر نيد تو هار بتاعه عشان يديفلوب هذا السايد افكت اللي هو الانتي ادروجينيك افكت. دي امثله بنقولها 100. والاذر دراج اللي موجود في الماركت النمبر نيد تو هار بتاعه 10. تفتكر لما اجي اقارن ما بين التو دراجز دول من حيث هذه من حيث النمبر نيد تو هارم ريجاردنج الاوتكم اللي انا بتكلم عنها دي الانتي ادوجينيك افكت بتاعت التو دراجز، واقول لك مين فيهم الريليتيفلي سيفر عن الثاني، مين الريليتيفلي سيفر عن الثاني. كل ما زاد الرقم ولا قل الرقم بتاع نيد تو هارم اقول انه ريليتيفلي سيفر لما اجي اقارنه باذر بأثر إكسبوشر، أقول إنه relatively safer إكسبوشر. بالضبط زي ما أنت قلته، كلما كان النمبر needed to harm، كلما كان النمبر needed to harm أعلى، كلما هاجي قارن ما بين الدراج ده وأثر دراج هقول عليه relatively safer drug. بنفس الكونسبت اللي أنا قلته بالضبط هقوله على النمبر needed to treat، وبعد كده ناخد البريك بتاعتنا. بعد البريك نشرح الكلينيكال ترايلز. لو قلت لك ان النمبر نيد تو تريت انا ان هو الديفينيشن بتاعه عدد البيشنت اللي انت محتاج تعالجهم عشان 1 بيشنت يبقى تريتد، وجينا ندردش مع بعض وقلت لك انه محتاج الى كام بيشنت، محتاج الى كام بيشنت عشان ايه والنمبر او بيشنت اللي انت محتاجه عشان وان بيشنت يبقى تريتد، علما بان الريسك ريدكشن ان الريسك ريدكشن اللي بيعملها هذا الدراج. هدي نفس المثال عشان ننجز 20% محتاج قد ايه من نمبر او بيشنت عشان وان كيس تبقى تريتد، علما بان الريسك ريدكشن اللي بيعملها هذا الدراج 20%. نفس الكونسبت بالظبط، محتاج الى 5 بيشنت اديهم هذا الانترفنشن اللي عمل ريسك ريدكشن بنسبه 20%، محتاج الى 5 بيشنت عشان 1 بيشنت يبقى تريتد. وبالتالي او قبل ما اقول بالتالي، هو الريسك ريدكشن اللي انا بتكلم عنها دي اللي هي مين الابسولوت ريسك ريدكشن. اما الفرس ايد بقى يجي يقول لك لو كان النمبر needed to harm هو inverse of attributable risk، فالنمبر needed to treat هو inverse of absolute risk reduction، لأنه برضو جهة بتاع الماس قال يا جماعة انتوا عايزين النمبر اللي انت محتاج تعليكم عشان one patient يبقى treated، هتقوم تاخد absolute risk reduction دي وتحطها في المقام، يبقى واحد على absolute risk reduction. تبتقل 20% يعني 1/2، يعني محتاج إلى 5 بيشنت تديهم سبايرون اللاكتون علشان 1 بيشنت يقل مورتاليتي بتاعته للهارت فيلير. طيب آخر حاجة بقى قبل ما ناخد بريك، تفتكر هنا بقى في النمبر نيد تو تريت، لو أنا بقارن برضو بالسبايرون اللاكتون بأثر تراك موجود in the market والنمبر نيد تو تريت بالنسبة للسبايرون اللاكتون المرة دي هو اللي 10 والأزر دراج اللي موجود إن ذا ماركت هو اللي 100، عكستها المرة دي، تفتكر مين اللي أقدر أقول عليه إنه عنده higher efficacy، مين اللي يعتبر better treatment for decreasing mortality of heart failure لما أجي أكمبير ما بين two drugs دول؟ اللي جاوه برضو الصفيرون اللابتون. كلما قل النمبر اللي محتاج عليهم عشان واحد بس يبقى treated، كلما طبعا كان better treatment. وبالتالي هنا العكس، كل ما كان النمبر needed to treat قل، كل ما كان better treatment لما يقارنه ما بين other drug موجود in the market. طيب أعتقد أنه الكلام اللي أنا شرحته المفروض أنه سهل، مشكلته الناس اللي بتذاكر بالفرس إيد والتحفظ لا بيفهمه في step 1 ويجي يراجع بيلاقي نفسه كأنه بيبتدي من أول وجديد، وروح في step 2 وكأنه ما عداش عليه خالص الفكرة في الفهم، وأنك تبقى عارف definition. عندي cohort study وعندي case control study،
الكوارت ستادي بستخدم ريلاتيف ريسك اباوت ديفيجن، بقسم الانسيدنس في الاكسبوز على الانسيدنس في النون اكسبوز، تديك السترينث اوف ريليشن شيب ما بين الاكسبوجر والاوتكم. في الكيس كنترول بستخدم اودز ريشيو، المهم تبقى عارف يعني ايه اودز. الاودز اودز ريشيو بالنسبه للكيس كنترول هو الاودز اوف اكسبوجر في الكيسز في جروب اللي اسمه كيسز على الاودز اوف اكسبوجر في الجروب اللي اسمه كنترول. يعني ايه اودز؟ فرص حدوث الشيء مقارنه بعدم حدوثه. اذا اما اجي احسب الاودز اوف كيسز هو الاودز اوف اكسبوجر اللي هو الايه على عدم حدوث النون اكسبوجر، ايه على سي، ايه على سي على في جروب اللي اسمه كنترول، بي على دي احول حالها في بي هتشقلب، فتديك الكروس كالكوليشن. اما اجي لك تو باي تو تيبل اقول لك احسب الاودز ريشيو كروس كالكوليشن. الريليتيف ريسك ساعات يجيبها لك، سوري الاتريتابل ريسك، ساعات ما اقولكش احسب لي الاتريتابل ريسك، قول لي احسب لي الاكسس ريسك الاتريتابل للريسك فاكتور اللي انا عامل عليه الاستادي. هتحسب الانسيدنس ريت في الاكسبوز والنون اكسبوز، بس هنا هطرح عشان احسب الاكسس ريسك ما بين الاكسبوز والنون اكسبوز. عايزها ان بيرسنت، هي ايكويشن بستخدم فيها الريلاتيف ريسك في البسط والمقام، بس في البسط هتطرح منها واحد. الابسولوت ريسك ريدكشن والريلاتيف ريسك ريدكشن غالبا بيجيبها لك مع كلينيكال ترايل. عارف من كلينيكال ترايل ان انا بعمل انترفنشن جروب عايز اقلل بيه الريسك لديزيز معين، مورتاليتي معينه، فبعمل ريسك ريدكشن. الابسولوت ريسك ريدكشن هو كومباريزون ما بين الجروب اللي هو اسمه انترفنشن اللي عامل عليه للصادي وجروب الكنترول، اطرحهم من بعض اطلع لك الابسولوت ريسك ريدكشن. عايز البرسنتج اللي اسمها ريليتيف ريسك ريدكشن، انا بقارن الريسك ريدكشن اللي انا عملتها بعد الانترفنشن مقارنه بالريسك اللي كانت موجوده قبل الانترفنشن. نمبر نيد تو تريت ونمبر نيد تو هارم. هتلاحظ ان الانفرس اللي انت بتستخدمه في النمبر نيد تو هارم او نمبر نيد تو تريت بتطلعه اصلا من خلال سبتراكشن بتطرح. بس هنا في النمبر نيد تو هارم الاتريتابل ريسك اللي كنت بتحسب من خلالها الاكسس ريسك الانفرس واتريتابل ريسك، وهنا الابسولوت ريسك ريدكشن اللي كنت بتحسبه من خلال ان انت تطرح برضه الانسيدنس في الكنترول، تطرح منها الانسيدنس في التريتمنت في حاله الكلينيكال ترايل. الانفرس اوف اتريتابل ريسك نمبر نيد تو هارم والانفرس اوف ابسولوت ريسك ريدكشن والنمبر نيد تو تريت. طيب حد عنده اي اسئله قبل ما ناخد بريك 10 دقايق وبعد كده نكمل؟ اي اسئله قبل ما ناخد بريك؟ دكتوره دينا زي ما قلت هنشرح الجزء الباقي بالنسبه للكلينيكال ترايلز. طيب الجزء اللي جاي بيتكلم عن الكلينيكال ترايلز اللي اتفقنا ان دي انترفنشنال تايب اوف ستادي ديزاينز، راندمايزد كنترولد كلينيكال ترايل، تعتبر من الباورفول types of research studies زي ما شفت في التسلسل الهرمي اللي كانت موجودة بعد systematic review وكذلك meta analysis وفوق cohort study. clinical trial اتفرناها interventional study. first aid اتكلم عن phases of clinical trials، هتلاقيني في PDF اللي انا بعته لك الفيزيادات. انا ضفت الفيز اوف كلينيكال ترايل تاني ليه؟ لان كان بقى لنا سنين بنتكلم على الفيز اوف كلينيكال ترايل 4 فيزز 1 و 2 و 3 و 4، هو جه هنا وقام مخليهم 5 فيز وضاف قبل فيز 1 فيز 0، لكن مفيش تقريبا جديد. هتلاقي الفيرست ايد بيقول لك انه الفيزز اوف كلينيكال ترايل بتبقى بريسيدد يسبقها بري كلينيكال ستاديز، ودي اللي بتتعمل في اللاب وبتتعمل ما بتتعملش على هيومنز، بتتعمل على لابوراتوري انيمالز، دي اسمها بري كلينيكال ستاديز. وبعد كده بقى يتكلم عن الفيزز اوف كلينيكال ترايلز. قلت لك الجديد انه ضاف فيز 0، كنا دايما نتكلم ان هم 4 فيزز 1 2 3 4، فقال لك المره دي ان هم 5، بنبتدي بالفيز 0.
وي ام ضايف نونك اسمه كان اي سويم اي وسويم. بدأ يضيف الاي وسويم على الفايف فيزز اوف كلينيكال ترايلز. الاي ضافها في الفيز زيرو، ولكن الفيز زيرو ده هو اللي بتدرس من خلاله الفارماكولوجي اوف ذا دراج. يعني ايه فارماكولوجي اوف ذا دراج؟ هو اللي من خلاله بتدرس الفارماكوكاينيتكس اند فارماكوداينامكس اوف ذا دراج. الفارماكوكاينيتكس والفارماكوداينامكس يعني ايه؟ هنعرفهم في الجراف الفارماكولوجي. الفارماكوكاينيتكس ما يفعله الدراج بالجسم، ما يفعله الجسم سوري بالدواء او بالدراج، والفارماكوداينامكس العكس ما يفعله الدراج بالجسم. تقدر تدرس في الفيز زيرو ده على سمول فيري سمول نمبر. في كل فيز هتكلم عن النمبر اللي بتشتغل عليه والتايب اوف فولنتيرز. هتلاحظ ان اونلي الفيز زيرو والفيز ون اللي ممكن تستخدم فيهم هيلثي فولنتيرز متطوعين هيلثي ما عندهمش الديزيز اوف انترست. ليه؟ لان في الفيز زيرو والفيز ون، الفيز زيرو اللي بندرس فيه الفارماكولوجي اوف ذا دراج، والفيز ون اللي بندرس فيه السيفتي اوف ذا دراج. وتلاحظ ان هنا السيفتي تسبق الافيكاسي في كلينيكال ترايلز، يهمني او سلامه او ان الدراج يبقى سيفتي تسبق ان الدراج يكون ان انا اثبت ان الدراج ليه افيكاسي. فتلاقي ان احنا بنعمل اسسمنت للسيفتي اوف دراج في الفيز 1، وفي الفيز 2 نعمل اسسمنت للافيكاسي. فاما اجي ادرس الفارماكولوجي اوف ذا دراج، الفارماكوكاينيتكس والفارماكوكاينيتكس والسيفتي اوف ذا دراج، حتى احنا بنفضل اصلا ان الفولنتيرز يكونوا هيلثي. ليه؟ لانه لو البيشنت ديزيز عنده ليفر ديزيز عنده رينال ديزيز، ده ممكن ياثر على دراسه الفارماكولوجي او الفارماكوكاينيتكس اوف ذا دراج، الابزوربشن، الميتابوليزم، الاكسكريشن اوف ذا دراج. وكذلك السيفتي، لو انا عندي مشكله في الميتابوليزم اوف ذا دراج ممكن يديني فولس اسسمنت للسيفتي اوف ذا دراج لو البيشنت كان ديزيز. هو نفضل في التو فيز، وهتلاقي التو فيز دول فقط اللي فيهم هيلثي، بقيه الفيز فيها البيشنت بيكونوا ديزيز عندهم الديزيز اوف انترست اللي انت عامل عليه الانترفنشن او عامل عليه الدراج. يبقى الفيز زيرو فارماكولوجي اي هنا حطها في الفيز زيرو، وقال لك الانيشال فارماكوكاينيتكس بتاع الدراج، بتدرس الفارماكولوجي اوف ذا دراج على فيري سمول نمبر. بعد كده الفيز 1 بتدرس السيفتي، السيفتي تسبق الافيكاسي، السيفتي ليها البرايورتي عن الافيكاسي. ادرس الاول السيفتي وبعد كده الافيكاسي في الفيز 2. السيفتي الفيز ده الاكسبلوراتوري فيز اللي بدرس فيه السيفتي اوف ذا دراج. هنا كان فيري سمول نمبر، هنا سمول نمبر، وبنفضله برضو على الهيلسي عشان اقدر اعمل ترو اسسمنت للسيفتي اوف ذا دراج في هيلسي فولنتير. بعد كده اخش على الفيز 2. الفيز 2 ببدا بعد ما اطمنت على السيفتي اوف ذا دراج وان الدراج ده سيف ان انا اشتغل عليه كتجارب سريريه او كلينيكال ترايل، ان انا مش معقوله انه حد يجيب لي بلاسيبو ويقول لي ده سيف دراج والاف دي اي تعمل له ابروفال وهو ملوش اي افيكاسي. انا طبعا عايز دراج وذ لو سايد افكت وذ هاي افيكاسي. فانا هنا بعمل اسسمنت على الافيكاسي، النمبر هنا بدا يزيد بدل الفيز 0 فيري سمول نمبر، الفيز 1 سمول نمبر، هنا مودريت نمبر. وهنا بدات كل الفيز من هنا ورايح هتبقى البيشنت اللي عندهم ديزيز اوف انترست، واطمن ان الدراج ده فعلا بعد ما اطمنت على السيفتي بتاعته اطمن انه فعلا ليه افيكاسي. اخش على الفيز 0 الفيز 3. الفيز 3 اللي بعدها يا اما هحتفل والدراج يبقى ابروفد بالاف دي اي، او كل اللي انا عملته قبل كده في الفاضي وهباء منصوره والفلوس اللي انا صرفتها على الترايل بتاعتي في الفاضي لو الدراج ده نوت ابروفد. فالفيز 0 في 3 دي بقى اللي انا بعمل فيها كومباريزون، بعمل فيها تو جروبس، بعمل فيها راندمايز كنترول ترايل. جروب هيبقى كنترولد، كنترول جروب، وجروب هياخد الانترفنشن، جروب هياخد التريتمنت. الكنترول جروب زي ما نتكلم كمان شويه ممكن يكون بلاسيبو جروب، وممكن يكون ما يسمى بالستاندرد اوف كير جروب. يعني ايه بلاسيبو جروب؟ يعني هديله دراج بلاسيبو شوجر بيلز او حاجه شبه الدراج اللي انا بديه بس فيها انرت سبستانس او فيها شوجر بيلز، او لو في دراج اوريدي موجود ان ذا ماركت وانا عايز اعمل الاستادي بتاعتي دي في صوره كومباريزون ما بين دراج اوريدي ان ذا ماركت، بديله الدراج اللي موجود ان ذا ماركت دي بنسميها ستاندرد اوف كير جروب. فالكنترول جروب ممكن يكون بلاسيبو، ممكن يكون ستاندرد اوف كير.
واقارنه ما بين الجروب اللي انا ماشيه على تريتمنت. انا قلت اسمها randomized controlled clinical trials. randomized لان انا باخد البيشنت اللي بحطهم في التو جروبس تريتمنت وكنترول بطريقه عشوائيه بطريقه randomized زي ما اتكلم كمان شويه, وcontrolled في جروب كنترول وجروب تريتمنت فور كومباريزون, وبنفضل علشان نطلع باحسن ريزلت انه يكون انه يكون blinded study. blinded study ممكن تكون single blinded design. يعني ايه single؟ يعني only the patient سواء في الكنترول او في التريتمنت ما يعرفوش مين فيهم اللي بياخد الكنترول ومين اللي بياخد فيهم التريتمنت. وبنفضل انه بدل single تكون double blinded design. double blinded design لنا كريسيرشر ولا البيشنت يعرف مين اللي بياخد البلاسيبو من مين اللي بياخد التريتمنت. والدبل blinded design زي ما نعرف كمان شوية هنعرف انها بتديك افضل result, وبيكون اقل فرصة ان يحصل ما يسمى بالبايس اللي هندرسه في المحاضرة الجاية. يعني ايه كلمة بايس؟ معناها انه الريزلت اللي طلعتها من الاستدي بتاعتك تبقى ديفييتد فروم ذا تروث, من الحقيقه, ان يكون سبب الريزلت دي مش الدراج نفسه, لا, في عوامل اخرى هي اللي سبب هذه الريزلت, من ضمنها حاجه اسمها اوبزرفر بايس. يعني ايه اوبزرفر بايس؟ هندرسه المحاضره الجايه. ان بناء على بريفيوس نوليدج, معلومات سابقه انا عارفها, ان جروب ده هو اللي بياخد البلاسيبو وجروب ده هو اللي بياخد التريتمنت, انا ريسيرشر الموجود في الاستدي عايز بناء على previous knowledge ممكن unconscious بطريق عقلك الباطن عايزك ياخدك في طريق ان انت تثبت ان التريتمنت ده لي efficacy و effective treatment, فممكن ده يعمل bias ان يخليك تاخد الصلي بتاعتك ناحية ان الدراج ده لي effect, وممكن تكون ده عكس true result. الحاجة التانية انه previous knowledge ممكن تخليك يبقى عندك excess care للجروب اللي بياخد actual treatment اللي بتعملها ليه intervention, وless care للبيشنت اللي عنده placebo. فالبيشنت اللي لقوا ان فيه less care مقارنة بالبيشنت اللي عندهم excess care, ده يبدأ يعرف على الرغم ان انت عاملها ممكن تكون عاملها single blinded, بس ده ما يلاقي فيه less care وده يلاقي excess care, ده يبدأ يحس ان ده بياخد drug وده بياخد البلاسيبو, فده ممكن يديك بعد كده false result للصري بتاعته. فبنفضل double blinded, لا انت كريسيرشر ولا البيشنت يعرفوا مين اللي بياخد الكنترول ولا مين اللي بياخد التريتمنت. طيب في بعد ما تعمل randomized control trial, يا اما الFDA هتوافق على الدراج يا اما هترفض الدراج. هتوافق هتحتفل وبعد كده الدراج ينزل السوق, ينزل الماركت, ويبتدي هنا الفيز 4 اللي بنسميها بوست ماركتنج سيرفي. احنا وقفنا كلام في السويم اي في الفيز 0 انيشال فارماكوكاينيتكس, الاس سيفتي, الفيز 2 ورك داز ات ورك الافيكاسي, والفيز 3 swim eye improvement. اما قارن intervention بتريتمنت, هل في فعلا improvement, هل في فرق فعلا في clinically significance, clinical في clinical difference ما بين التريتمنت اللي انت عامله في الانترفنشن والاثر الدراج اللي موجود في السوق او البلاسيبو, هل فعلا في any improvement, والام اللي هو البوست ماركتنج سيرفي اللي هي الفيس 4. الفيس 4 اللي هو بوست ماركتنج سيرفي يا ما بنسمع عن دراجز تقعد لها شهر ولا اثنين ولا ثلاثه في السوق وبعد كده يحصل لها وسترول. من اشهرها اتكلمنا عنه في الكوريكلم بتاعنا هو الكوكس 2. بعض الدراجز اللي كانت كوكس 2 سحبت من السوق بسبب مشاكل كاردياك ديزيزز, رير سايد افكت ممكن تظهر في البوست ماركتنج سيرفي ما تبداش تظهر غير لما لارج بوبليشن تبدا تاخد الدراج وينزل في السوق. وان كان الشركات بتاعت كوكس 2 دي اكتشفوا بعد كده الـ FDA اكتشفوا انهم كانوا عندهم فكرة عن بعض السايد افكت دي ما بلغوش عنها واتعمل عليهم اصلا دفعوا تعويضات اكتر من المكاسب اللي كسبوها بالنسبة للدراجز اللي حصل لها وزرول فروم ذا ماركت دي بسبب فيتال سايد افكت ادى ان يحصل ديس ديو تو كاردياك كوزس. فالبوست ماركتنج سيرفي ده اللي بيحكم ان كان الدراج هيفضل مكمل معانا في السوق او الدراج ده هيتم هيحصل له بعد كده وزرول فروم ذا ماركت. فدول الفايف فيزز اللي كانوا قبل كده فور فيزز, بقوا دلوقتي فايف فيزز. الفيرست ايت ضاف الفيز زيرو.
طيب ده بالنسبة للفيزز. آخر حاجة في المحاضرة اللي هو الفيتشرز اوف راندمايز كنترول ترايل، بس قبل ما اتكلم عنها في هنا بلوك الضاف برضه للفيرست ايد عايز اتكلم عنه. الفيرست ايد ضاف بلوك معلوش اسئله في الورد بس هو موجود، فطالما في الفيرست ايد هشرحه لك. بيتكلم عن حاجه اسمها اوف ليبل دراج يوز. الاوف ليبل دراج يوز دي كويس ان احنا شرحناها بعد الكورونا. ليه؟ لان معظم الدراجز اللي اتكلمنا عنها في البروتوكولز بتاعه الكورونا سواء هنا في مصر او في انجلترا او في امريكا، كل البروتوكولز دي لدراجز استخدامها في الكورونا ينطبق عليه هذا العنوان، هذا التايتل اوف ليبل دراج يوز. هل الكولوشيسين، هل الانتي مالاريال، الانتي مالاريال دراجز الهيدروكلوروكوين، هل الكورتيكوسترويد، هل كل الدراجز اللي كانت موجوده في البروتوكولز بتاعه الكورونا وقتها لما تيجي تبص عليها في الروشتة بتاعتها كان موجود ان من ضمن الكلينيكال يوزز بتاعتها الكورونا فيروس؟ الإجابة طبعا لا. فده معنى كلمة الأوف ليبل يوز انه هناك بعض الدراجز بنضطر لفي ديزيز ما عندناش ليها تريتمنت، لديزيزز كان موجود تريتمنت وفشلت في في في, في انها تعالج هذه الديزيزز، انه نبدا نستخدم دراجز في استخدام غير الاستخدام اللي هي طلعت علشانه، زي ما قلنا كولوشيسين بتاع الجاوت استخدمناه في الكورونا، كورتيكوسترويد. مش بس تستخدم دراجز اوف ليبل مش موجود اوت اوف ليبل بتاعها انها تستخدم في هذا الديزيز، لا حتى بدوزس ممكن ما كنتش استخدمت بالديزيز اللي هي طالعه علشانه، دوزس الكورتيكوسترويد او دوزس برضو الكولوشيسين وهكذا، تستخدم دراجز بدوزس ما هيش اوف ليبل. ده المقصود بكلمه اوف ليبل دراج يوز. برضه من ضمن الامثله على الاوف ليبل دراج يوز التراي سايكليك انتي ديبرسنت، ده المثال اللي ذكر اصلا في الفيرست ايد. التراي سايكليك انتي ديبرسنت لما نيجي نتكلم عن الاكتئاب في السيكياتري هنقول انه من بدايات من الحاجات اللي بدانا بدايه التريتمنت اوف ديبرشن اسمه تراي سايكليك انتي ديبرسنت دراج. لكن بعد ظهور مجموعه السلكت ستروكتورلي ابتيك انهيبيتورز غطت على كل الدراجز اللي بنستخدمها في الاكتئاب وقت هي الفيرست لاين. ليه؟ لانها لس في السايد افكت وهاير في الافكاسي. فبقى استخدام التراي سايكليك انتي ديبرسنت بسبب السايد افكت كتيره اللي موجوده فيه، هنجمع كميه سايد افكت اللي بعضها ممكن يكون فيتال في بعض الاحيان. التراي سايكليك انتي ديبرسنت في بيشنت محتاج استخدام دواء اكتئاب فترة طويلة جدا كرونيك يوز، يستخدم دراج بهذه السايد افكت ما عادش هو الفيرست لاين في تريتمنت اوف ديبرشن. وبدأنا ندور على استخدامات اخرى، من ضمن هذه الاستخدامات هو النيوروباثيك بين. البيشنت اللي عندهم سكر وعندهم التهابات في الاعصاب، النيوروباثيك بين. الناس اللي عندهم هربس وقالهم بعد الهيربس ما يسمى بالبوست هيرباتيك نيورالجيا، بيكون عندهم سيفير بين، لقينا تراي سايكليك انتي ديبرسنت كاوف ليبل دراج يوز بعد كده انه افكتيف في النيوروباثيك بين، وبقينا بنستخدمه في البيشنت اللي عندهم نيوروباثيك بين دو دايبيتس ميليتس وكذلك في البوست هيرباتيك نيورالجيا. فده يعتبر اوف ليبل دراج يوز بالنسبه للتراي سايكليك انتي ديبرسنت. لكن اشهر مثال ممكن برضو يبقى في دماغك كل الدراجز اللي اتكلمنا عنها في الكورونا فيروس في كل البروتوكولات كانت اوف ليبل دراج يوز. ده مقصود بأوف ليبل دراج يوز اللي ذكرها الفرسيد. طيب بعد كده اخر حاجه بقى قبل ما نختم المحاضره ونبتدي نحل الفيتشرز اوف راندمايز كنترولد كلينيكال ترايلز، اسمها راندمايز كنترولد كلينيكال ترايلز. في خمس حاجات ممكن استخدمها في راندمايز كنترول كلينيكال ترايل عشان اطلع بافضل ريزلت للكلينيكال ترايل بتاعتي. من ضمنها انه اسمها كنترولد، ليه؟ لان انا بعمل كومباريزون ما بين انترفنشن جروب اللي انا بديله الدراج او انا بديله انترفنشن جروب اللي هو كنترول عشان فور كومباريزون بيربسز. فالجروب اللي اسمه كنترول ممكن يكون بلاسيبو جروب، ممكن يكون ستاندرد اوف كير جروب. بلاسيبو جروب ده بياخد انرت سبستنس، بياخد شوجر بيلز شبيهة بالدراج اللي انت عامل عليه الانترفنشن، والجروب التاني بياخد الدراج اللي انت عامل عليه الانترفنشن، ده اسمه بلاسيبو جروب. او لو في اوريدي دراج موجود ان ذا ماركت واقدر اعمل كومباريسون ما بين الدراج اللي انا عامل عليه الكلينيكال ترايل بالدراج اللي موجود ان ذا ماركت، ممكن ادي الدراج اللي موجود ان ذا ماركت واخلي الترايل بتاعتي في صورة كومباريسون ما بين الدراج اللي موجود ان ذا ماركت، والبيشنت دول يستفيدوا من دراج موجود ان ذا ماركت بدل ما اديهم شوجر بيلز، واقوي الترايل بتاعتي ان اخليها
in comparison لإفكتيف تراك اوريدي موجود in the market دي اسمها standard of care group. فده مقصود بكلمة controlled trial. طيب اسمها random اسمها randomized controlled clinical trial. كلمنا عن control randomized. ما المقصود بكلمة randomized clinical trials؟ randomized clinical trials إنه الـ population اللي أنا هستخدمها في الـ intervention بتاعتي عشان أعمل منها two groups control والـ intervention الـ individuals اللي أنا هضمهم في الـ two groups دول لما أجي أتكلم معهم أو أبص عليهم واحد واحد individually هيبقوا كل واحد فيهم different عن التاني. different من حيث الـ age، في منهم الـ young age، في منهم الـ old age، الـ sex، في منهم الـ males، في منهم الفيميلز، السموكينج ستيتس، في منهم السموكرز، في منهم النون سموكرز، في منهم اللي عنده هايبرتنشن ومين ما عندوش هايبرتنشن، في اللي عنده هايبركوليسترينيا ومين ما عندوش هايبركوليسترينيا. فما يتكلم عن الاشخاص دول كانديفيدوالي فكل واحد فيهم ديفرنت عن الثاني. انا عايز بقى اعمل في الكلينيكال ترايل دي راندمايز كلينيكال ترايل بتو جروبس كنترولد وي كنترول جروب وي انترفنشن جروب. عايز اعمل تو جروبس دول، التو جروبس دول ان اجريجيت يكونوا سيميلر، ما يبقاش فيه فاريبل، ما يبقاش فيه فاريبل ما بين التو جروبس. عايز اعمل من الكنترول والكلينيكال ترايل والانترفنشن جروب تو جروبس يكونوا ان اجريجيت ذا سيم، زي بعض. عايز اعمل من جروب كنترول والانترفنشن الاثنين يبقى فيهم من نفس السن، ده يبقى فيه young age old age smoker ونون سموكر، hypertensive ومش hypertensive، عندهم hypercholesterolemia هم عندهمش hypercholesterolemia، وده نفس القصة عشان أطلع في النهاية أو أعمل canceling لحاجة نتكلم برضو عنها في المحاضرة الجاية من أنواع البايس. randomization اللي بعمله ده بيعمل لي canceling لحاجة اسمها selection bias، أنا بنتكلم عنها في المحاضرة الجاية. وده ممكن أستخدم حاجة اسمها random number generator، انا بجيب الانديفيديوالز دول واعمل لهم جروبنج لاكثر من جروب على اساس الايج، على اساس السكس، على اساس السموكينج ستيتس، والجهاز الكمبيوتر من خلال راندوم نمبر جينيريتور يقسم لي كل الجروبس دي على كل الفاريبلز دي الايج والسكس والسموكينج ستيتس على تو جروبس. تو جروبس دول لما اجي ابص عليهم ان اجريجيت الاقيهم ذا سيم، فيعمل لي كانسلنج لاني فاريبلز ممكن تاثر على الاستادي بتاعتي، يعمل لي كانسلنج لما يسمى بالسلكشن بايس، يعمل لي كانسلنج لما يسبب الكونفاوندنج بايس. يعني ايه الحاجات دي هتعرفها المحاضره الجايه. طيب ال دبل بلايند ديزاين ده، فانا في سنجل وفي دبل. سنجل ان البيشنت ان البوبليشن اتعمل عليه الاستادي فقط، هم مش عارفين مين فيهم اللي بياخد البلاسيبو ومين اللي بياخد الدراج. لكن الافضل واللي بنفضله واللي بيجي بيتر ريزلت هو الدبل، لا انت كريسيرشر ولا البيشنت يعرف مين اللي بياخد البلاسيبو ومين اللي بياخد الدراج. ليه؟ لانه ده برضه يعمل لي كانسلنج لانواع من البايس اسمها اوبزرفر بايس، ان البريفيس نولج بتاعتي ان مين اللي بديله بلاسيبو ومين اللي بديله تريتمنت ممكن تاثر على الاستادي وتخليها تروح ناحيه ان في ريزلت وما يكونش في ريزلت، يكون بسبب اوبزرفر بايس انه انا عشان عارف مين التريتمنت جروب فابدا اخد الريزلت بتاعتي ناحيه هذا الاتجاه، او ان اديله اكسس كير مقارنه بالبلاسيبو جروب فيأفكت التو جروب ويأفكت الريزلت بتاعت الاستادي. فبنفضل الدبل بلايند ديزاين. طيب اخر حاجه، حاجه اسمها كروس اوفر ديزاين، وده اسال عليه سؤال في الاول وساعات بسال عليه كمان في ستيب 2. ايه كروس اوفر ديزاين؟ قال لك كروس اوفر ديزاين ده طيب من الكلينيكال ترايلز اللي ما بتزعلش فيه حد، اللي عامل فيها المدينة الفاضلة سواء التو جروب سواء الكنترول جروب أو الانترفنشن هتديله الانترفنشن دراج. ودي ممكن تعملها بالذات في الحاجات اللي زي مثلا اللانج كانسر. اللانج كانسر زي ما كلنا عارفين انه ممكن يكون في low life expectancy والدراجز اللي available ممكن تكون palliative drugs، ما فيش الحاجة اللي ممكن تعمل cure. فلو انت طلعت مثلا drug for lung cancer انت ممكن كل البيشنت اللي موجودين عندك في الستادي يستفيدوا من هذا الدراج، فممكن تعمل هذا الكروس اوفر ديزاين study design. ايه فكرة الكروس اوفر study design؟ كروس اوفر study design بنقسمه الى two duration period 1 و period 2. البيريود 1 جروب A هياخد بلاسيبو وجروب B هياخد الاكتف تريتمنت،
وبعد كده في البيريود الثانيه او الديوريشن الثانيه هتعمل شيفتنج، اللي كان بياخد البلاسيبو هياخد الاكتيف تريتمنت، واللي كان بياخد الاكتيف تريتمنت هيبقى بلاسيبو. اهم بقى حاجه في الموضوع الكروس اوفر ستادي ديزاين دي هي الفتره اللي في النص اللي ما بين التو بيريود، اللي ما بين البيريود 1 والبيريود 2، لازم يكون ما بين التو بيريود ما يسمى بالووش اوت بيريود. ايوه الووش اوت بيريود، ايه هو الووش اوت بيريود؟ هي فتره لازم زي ممكن اعتبرها فتره نقاهه ما بين التو بيريود، لازم تكون لونج انف ان اي افكت من البيريود 1 يحصل له وير اوف. ليه؟ عشان ما يعملش افكشن للبيريود 2، ما يقديش ان يحصل ريزلت في البيريود 2 هذه افكت هي سبسيكوينت او كونسيكونس او ناتج للي حصل في البيريود للبيريود 1. فدي اسمها ووش اوت بيريود ما بين البيريود 1 والبيريود 2. وما يميز كروس اوفر ديزاين ان كل البوبليشن اللي انت دخلتها للصدي بتاعتك هتستفاد من الدراج اللي انت عامل عليه للصدي، لكن الاهم هو الووش اوت بيريود اللي لازم يكون لونج انف ان يحصل فيها وير اوف لكل الايفكت اللي حصل في البيريود 1 علشان ما يحصلش ريزلت في البيريود 2 يكون سببها مش الدراج نفسه، يكون سببها كونسيكونس لحاجه حصلت في البيريود 1. دي اسمها كروس اوفر ديزاين. طيب انا كده خلصت المحاضره بتاعتي، لو حد عنده اي اسئله اسال قبل ما نبتدي نحل. الكروس اوفر ستادي ديزاين هي عباره عن ستادي ديزاين، كلينيكال ترايل ديزاين. الفايده البنفيت اللي ممكن تبقى موجوده في كروس اوفر ديزاين ان كل هيستفيد من الدراج اللي بتعمل عليه الانترفنشن، بالذات لو الديزيز اللي انت بتعملي عليه للساري دكتور غدير ما لهوش اصلا دراجز موجوده ان ذا ماركت، فكل اللي هيبقوا موجودين في الساري هيستفادوا من فالبنفيت بتاعته انه كله هيستفاد من الدراج. الكروس اوفر ديزاين تو بيريد 1 وبيريد 2، البيريد 2 بيحصل فيها شيفتنج، اللي كان بياخد بلاسيبو هياخد الدراج، واللي كان بياخد الدراج هياخد البلاسيبو. والاهم ان يكون في ما بينهم ووش اوت بيريد. الووش اوت بيريد دي تكون لونج انف ان يحصل فيها ويرنج اوف لي ويرنج اوف لي 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 اي ايفنت ممكن يكون حصل في البيريود 1 عشان ما يأفكت ما يحصلش افكشن لي او يؤدي ان يحصل اني كونسيكونس تحصل في البيريود 2 يكون سببها اللي حصل في البيريود 1. احنا ما بنتكلمش هنا في اي حاجه تخص الريسيرش ستادي نوت ابروفد، لا متاحه وموجوده وبنستخدمها اكتر في ديزيزز اللي مش متاح فيها، بالذات ما فيش مثلا افيلابل دراج موجود ممكن تستخدم كروس اوفر ستادي ديزاين. انت بتتكلم عن كروس اوفر ديزاين يا دكتور غدير، بتتكلم عن الكنترول والانترفنشن في الكروس اوفر ديزاين. ما هو الكنترول الانترفنشن ده اللي بتدي له الدراج اللي انت عامل عليه الكلينيكال ترايل، والكنترول فور كومباريتيف بيرفز بتقارني اللي بياخد بلاسيبو بالدراج اللي انت عامل عليه للصبي او الستاندرد اوف كير بأزر دراج موجود ان ذا ماركت اللي هياخد الكنترول. طيب لو ما فيش اسئله نكمل بقى. لا كروس اوفر ستادي من غير ووش اوت ما ينفعش،
لازم ووش اوت بيريود تكون لونج انف ان اي افكت من البيريود 1 يحصل لها وير اوف. ليه؟ لان انت عامله الكروس اوفر ساري ساين دي عشان كل البوبليشن اللي موجود عندك في الاستري يستفيدوا من الدراج. فعلشان في البيريود 2 تخلي اللي كان واخد اكتيف دراج يبقى كنترول، لازم يبقى بعد فتره تتاكدي انه اي افكت حصل في البيريود 1 يكون حصل له وير اوف، ده المقصود بكلمه ووش اوت بيريود، وتحول اللي كان بياخد الاكتيف دراج يبقى كنترول عشان تقدر تستخدمه فعلا فور كومباريزون. خد بالك من الالفاظ اللي موجوده في الكيس، شوف بيقول لك ايه، percentage of squamous cell carcinoma of esophagus in a smoker that can be attributable to smoking. يعني attributable risk وعايزها percentage. دي اللي اسمها ايه؟ دي الديفينيشن بتاع مين يا جماعه؟ percentage و attributable risk ال attributable to smoking، ده الديفينيشن بتاع مين؟ ال attributable risk percent اللي كنا بنستخدم فيها مين؟ كنا بنستخدم فيها ال relative risk في البسط والمقام. البسط تطرح منها واحد. طب هنا يا جماعه قال لك ال relative risk 5، يعني 5 ناقص 1 على 5 يعني 4 على 5. 4 على 5 بيساوي كام؟ بالظبط 80%. الكيس اللي بعدها، الابسولوت ريسك ريدكشن، ابسولوت ريسك ريدكشن للدراج اللي انت عامل عليه انترفينشن مقارنه بالستاندرد ثيرابي 4%. والانسيدنس في الكنترول جروب 6%. يعني الانسيدنس في التريتمنت جروب او الانترفينشن جروب كام؟ خليك معايا واحده واحده. الانسيدنس في الانترفينشن جروب هتبقى كام لو الابسولوت ريسك 4 والكنترول جروب 6؟ 2%. طيب هو الانسيدنس في التريتمنت جروب سواء في التريتمنت او في الكنترول او في التريتمنت جروب بتساوي ايه؟ بتساوي في البسط النيو كيسز على المقام اللي هو بيساله الاشخاص اللي هم ات ريسك توتال سبجكت في اللي بياخد الانترفنشن اللي هو دراج ايه. يعني 20% بتساوي 24 على اللي بيسال عليه. احسبها كده وقول لي. الابسولوت ريسك ريدكشن أربعة في المية، الانسيدنس في الكنترول
6%. الانسيدنس في التريتمنت جروب اللي بتدي له الدراج ايه اللي هو التريتمنت جروب 6 - 4 يعني 2%. طيب الانسيدنس يا جماعه المفروض ان هي بتساوي ايه؟ بتساوي النيو كيسز اللي هو ايه لك كام؟ 24 على كل الاشخاص اللي هم ات ريسك اللي هو اصلا بيسال عليهم، بيسالك عن النمبر اوف بيشنت ان تريتد جروب اللي بتديهم الدراج ايه. بتحط ال 20% اللي هي 2% هتحطها هنا في المقام، يبقى 24 على 2% هيساوي 1200. اذا الاجابه هتبقى سي. وصلت؟ يبقى هو اداك الابسولوت ريسك ريدكشن عشان تطلع الانسيدنس في الانترفينشن، والانسيدنس في الانترفينشن بيساوي نيو كيسز على الاشخاص اللي هم ات ريسك اللي هو اصلا بيسال عليهم التوتال سبجكت اللي موجودين في التريتمنت جروب. وهو الانسيدنس في التريتمنت جروب ده ايه؟ النيو كيسز على كل الاشخاص الموجودين في التريتمنت جروب. وقال لك النيو كيسز كام؟ 24. يبقى عايز النمبر اوف بيشنت ان تريتد جروب 24 على ال 2%. لما اجي احول ال 20% كنسبه عشان احسبها هتبقى 2%، هيديني 1200. اذا الاجابه 1200. وصلت؟ طيب الكيس اللي بعدها، الكيس دي يا دكتور محمد بتتكلم عن لا احسبي 24 على 2% على 2%. وانت بتحولي 2% دي 2% دي عشان تحوليها نسبة عشرية على 100 يعني 2%. 24 على 2% يطلع لك 1200. فكرة الكيس دي يا دكتور محمد ان هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه؟ الابسولوت ريسك ريدكشن. الابسولوت ريسك ريدكشن دي يعني ايه؟ يعني الريسك ديفرنس ما بين التريتمنت والكنترول. كنا بنقول دايما في الكلينيكال ترايلز هتلاقي الانسيدنس في كنترول اعلى، لان انت اصلا عامل انترفنشن او تريتمنت عشان تقلل الريسك، عشان تعمل ريسك ريدكشن. فبنحسب ابسولوت ريسك ريدكشن ان انا اجيب الانسيدنس في التريتمنت اللي انت عامل عليه الانترفنشن وتطرحها من الانسيدنس في الكنترول. قال لك الابسولوت ريسك ريدكشن 4% والانسيدنس في الكنترول جروب 2%. تقدر تطلع الانسيدنس في التريتمنت جروب ولا لا؟ اقدر اطلع طبعا 20% 2% سوري 2% اسف. طيب الانسيدنس دي بتساوي ايه يا دكتور محمد؟ الانسيدنس دي بتساوي النيو كيسز، مش الانسيدنس هو النيو كيسز على كل الاشخاص الموجودين في الجروب في التريتمنت جروب. طيب هو قال لك النيو كيسز 24 واحد وعايزك تحسب البيشنت الموجودين في التريتمنت جروب. يعني هتجيب 24 دي تقسمها على 2% هتديك كام؟ هتديك 1200. وصلت؟ طيب الكيس اللي بعدها، انت عامل برضو هنا كلينيكال ترايل ما بين كنترول جروب بياخد الستاندرد سابي، وجروب اللي انت عامل عليه الانترفنشن بياخد دراج انت عامل عليه اللي صار اسمه كي ام 28، وما بتدوش لوحده، بتديه بلس الستاندرد كير اللي اوريدي موجوده. وعامل كلينيكال ترايل بيقارن ما بين الدراج اللي اتعامله مع الستاندرد كير مقارنه بالستاندرد كير لوحدها. طيب اقرا بقى كده الكلام ده. الدراج اللي انت عامل عليه الستاري بلس ستاندرد كير بيقول لك انت عامل اصلا الستاري دي او عامل الدراج ده علشان اقلل بيه الريكارنس ريت الريكارنت ريت اوف بريست كانسر، حدوث او الريكارنت ريت اوف بريست كانسر. اقرا بقى الجمله دي، بيقول لك الدراج اللي انت بتديه في الانترفنشن بيقلل الريت اوف بريست ريت او بريست كانسر ريكارنس اتليست 40% كومبيرد للستاندرد الثيرابي الون. لا ده الديفينيشن بتاع مين يا جماعه؟
ان يقول لي انه الدراج اللي انا عامل عليه الانترفنشن بيعمل ديكريز للريكارنس او ديكري بيعمل ريسك ريدكشن مقارنه بالريسك اللي كانت موجوده قبل الانترفنشن بنسبه 40%. كومبيرت يا جماعه كومبيرت، خد بالك من الجمله دي، هي اللي شقلبت كيانها. بيعمل ديكريس للريسك ريدكشن بمقدار 40% كومبيرت للريسك اللي كانت موجوده بيفور الانترفنشن. هي دي الجمله اللي لخبطت كيان كيس، حولت اللي كان عايز يحسب ابسولوت ريسك ريدكشن الى ريليتيف ريسك ريدكشن. طيب الريليتيف ريسك ريدكشن دي كنا بنحسبها ازاي؟ حد كده يفكرني الريليتيف ريسك ريدكشن كنت بحسبها ازاي؟ الايكويشن بتاعتها كنا بنستخدم الريليتيف ريسك 1 ناقص ريليتيف ريسك، صح؟ يعني من خلال السطر ده لوحده اقدر اطلع الريليتيف ريسك. بصوا عايز بس نبقى متفقين من الاول ان الكيس اللي انا بحلها معاكم دلوقتي دي هي اصعب كيس على محاضره النهارده موجوده في الوورد. ده الليفل الوحش بتاع الاناليسس. الفكره كلها في الجمله دي، هنا بيتكلم عن الريليتيف ريسك ريدكشن اللي المفروض 1 ناقص الريليتيف ريسك. طب قال لك هي كام؟ قال لك 40%. انا لما تيجي تحسبها تحسبها 4/10. اقدر من خلال السطر اللي هو جابه لي ده احسب الريليتيف ريسك هيساوي كام. 1 ناقص 4/10 هيدي 6/10. طيب الريليتيف ريسك بالنسبه للكلينيكال ترايل كنت بحسبه ازاي؟ الانسيدنس في الجروب اللي انا عامل عليه الانترفنشن اللي هو تريتمنت على الانسيدنس في الجروب اللي هو كنترول. طيب جه هنا بعد كده وقال لك ان الانسيدنس اللي هو الريكرنت ريت في الستاندرد ثيرابي اللي هو كنترول جروب 8%. يعني 8% انا هحسبها هنا 8%، وطلب منك بقى بعد كده تحسب الانسيدنس ريت في الجروب الانترفنشن اللي انت عامل عليه الاستادي. ساعتها الانسيدنس في الجروب اللي انت عامل عليه الانترفنشن هتضرب 6/10 في 8/10 هتطلع لك 4.8. ده اصعب كيس موجوده في اليورد على محاضرة النهاردة. فكرة في السطر ده، السطر ده relative risk reduction. ليه؟ لأنه بيكمبير risk reduction اللي عملها in comparison للrisk اللي كانت موجودة قبل الانترفنشن. قال لك إنها 4%. relative risk reduction هو 1 ناقص relative risk. أقدر من خلال الكلام ده أنا أطلع relative risk. طب هو relative risk في حالة clinical trial والincidence في جروب اللي أنا عامل عليه الانترفنشن على incidence في control، وداني الانسيدنس في الكنترول وعايز الانسيدنس في التريتمنت او جروب بتاع الانترفنشن عادي. 6/10 في 8% هتديك 4.8. ده اصعب كيس في الوولد على محاضره النهارده. طيب الكيس اللي بعدها، دي كيس ما فيش أسهل من كده. كلينيكال ترايل قال لك 120 من 400
و100 من 300 يعني. هو في الكيس بيديسكرايب الانسيدنس ريت في الاكسبوز والانسيدنس ريت في النون اكسبوز. في الاكسبوز 120 على 140 وفي النون اكسبوز 100 على 300. الارقام اللي انت بتقراها دي تدور عليها هنا 120 من 400 على 100 على 300. يعني كيس بسيطة جدا، سيمبل جدا، بيسأل على الريلاتيف ريسك، الانسيدنس في الاكسبوز على الانسيدنس في النون اكسبوز. عايزك هنا تحسب number needed to treat. number needed to treat بحسبها من خلال هنا نحسب، او هي الانفيرس بتاعت الابسولوت ريسك ريدكشن. الابسولوت ريسك ريدكشن هي بطرح الانستنس في كنترول ماينس الانستنس في تريتمنت. أنا بس عشان أوضح لك الفكرة بتاعت الكيس دي. كيس دي سهلة وبسيطة جدا، رخامتها في حاجة واحدة، أو اللي يقولك جايبها في عشان أو مرخم عليك في حاجة واحدة. نحن متعودين إن الـ 2 by 2 table الإكسبوجر تبقى هنا والأوكم تبقى هنا. هنا في السؤال ده عكس خلف خلاف، صعب عليه إن هو يجيبها لك دايركت وتحسب وتحسب الإنسيدنس في الإكسبوز والإنسيدنس في النون إكسبوز واطرحهم من بعض واجيب الانفرس بتاعهم اطلع له النمبر نيدد تو تريت. ما حبش حتى في دي ان هو يسهلها لك، فجاب لك هنا الاكسبوجر وهنا الاوكم. طيب احسب الانسيدنس في الاكسبوز، الانسيدنس في الاكسبوز، الانسيدنس اللي هو نيو كيسز من 10 على كل الاكسبوز، والانسيدنس في النون اكسبوز اللي هو 25 على كل النون اكسبوز، واطرحهم من بعض يوم يديني الابسولوت ريسك ريدكشن اللي هو بيساوي الريت او بيساوي الانستنس، بلاش يعني خلينا زي ما احنا متعودين، الانستنس في الكنترول على الانستنس ان تريتمنت. هنا في الانستنس في الكنترول جروب 25 على 1000 والانستنس في تريتمنت 10 على 1000. 25 ناقص 10 هيديك 15 على 1000، يعني 15 من 1000. هات الانفرس بتاع 15 من 1000 هيديك النمبر نيد تو تريت. 1 على 15 من 1000 بتساوي كام؟ بتساوي تقريبا 67. فهي نفس الكلام اللي احنا كنا بنتكلم عنه اثناء الشرح. رخامتها هنا ايه؟ لو جاب لك ال 2 باي 2 تيبل وعكس لك الاكسبوجر الاوتكم، بس لو انت فاهم هتعرف تطبقها. انت هنا في النمبر نيد تو تريت بحسب الابسولوت ريسك ريدكشن، احسب الانستنس في الاكسبوز او الانستنس في الكنترول واطرح منه الانستنس بتاعت التريتمنت. ده الكنترول اطلع الانستنس بتاعته، والانستنس بتاع التريتمنت اطرحهم من بعض اطلع الابسولوت ريسك ريدكشن، اطلع الانستنس بتاعته هيدي لي النمبر نيد تو تريت. طيب نحل الكيس دي، اعتقد انها سهله.
صلي بعمل فيها اسسمنت للاكسبوجر والاوكم ات ذا سيم تايم. عملت اسسمنت للبلاد بريشر ميجرمنت لمده اسبوع وطلعت الافريج بتاعه، والعلاقه اللي طلعتها اسوسيشن وما جبتش سيره كوزيشن. اقدر استخدم بعد كده الكونكلوجن ده في كوهرت ستدي او كيس كنترول ستدي واطلع هل في فعلا كوزيشن ما بين الريسك فاكتور ولا الاوكم ده الكروس سكشنال ستدي. طيب ثلاث اسئله كمان موجودين في البلوك الثاني. الإفكت of economic development on cancer incidence and mortality. والداتا اللي انت بتستخدمها في الاستادي دي مطلعها من اكتر من organization. organization دي كل الداتا اللي بتاعتها هي population studies مش individualized data population studies. ده السؤال الجديد اللي اتسأل في الورلد على الإيكولوجيكال ستادي بعد ما الفيرست إيد جاب سيرتها في البلوك اللي احنا شرحناه. فدي إيكولوجيكال ستادي اما يتكلم عن بوبوليشن ستادي او يتكلم عن بوبوليشن داتا وطالع بكونكلوجن حاجه جنرال على البوبوليشن بشكل عام وبيستخدم بوبوليشن داتا نوت انديفيديوال داتا، ده ايكولوجيكال ستاديز. وتلاقي دايما الاسوسيشن دي ليها علاقه بالانفايرمنت الموجود في ليها علاقه بالانفايرمنت الموجود فيها البوبوليشن، دي ايكولوجيكال ستاديز. صاري بدأت فيها بالأوكم وبدأت أبص ريتروسبكتيف على الإكسبوجر أبتدي بالأوكم وأرجع ريتروسبكتيف أبص على إكسبوجر. اسم الستادي ايه الاول؟ كيس كنترول. كيس كنترول دي كنت بعملها اناليسس باستخدام ايه؟ الاودز ريشيو. الكيس دي المفروض انها سهله، الكونسبت بتاعها انت عارفه، الكونسبت بتاعها احنا اصلا قلناه اثناء الشرح، لكن الجديد فيها بس ان انت هتعمل التو باي تو تيبل بايدك. كيسها حلها مع بعض احسن. بقول لك ان انت عملت ستادي المفروض انها عملت ستادي الاكسبوجر هنا هو انهبيشن تبقى واخد بيتا بلوكر، وعامل الستادي دي على البوبوليشن اللي عندهم مايوكارد انفاركشن، بس الاوكم مش مايوكارد انفاركشن، لا ان يحصل له اريزميا. فالاوكم هنا اريزميا، ان يحصل اريزميا وما يحصلش، والاكسبوجر هنا ان يبقى واخد بيتا بلوكر ومش واخد بيتا بلوكر. فقال لك ان 20% من 90 اتعرضوا للاكسبوجر يعني واخدين البيتا بلوكر، و30 من 70 واحد نوت اكسبوز مش واخدين بيتا بلوكر. وقال لك احسب لي الاودز ريشيو. ما الاودز ريشيو دي كنت بعمل التو باي تي تيبل واحسب الكروس كالكوليشن. طب انا اعتبر عملت التو باي تي تيبل، وانا مؤاخذه 20 من 90 دي يعني 20 من 90 واخدين بيتا بلوكر، جالهم اريثميا
يعني معنى كده 70 ما جالهمش من اللي خدوا البيتا بلوكر، و30 من 70 واحد ما خدوش البيتا بلوكر جالهم اريثميا، يبقى 40 واحد من ما خدوش البيتا بلوكر جالهم اريثميا. اخد الكروس يديني الاوز ريشيو 20 في 40 على 70 في 30، 20 في 40 على 70 في 30. فهو نفس الكلام اللي احنا قاعدين بنتكلم عنه طول المحاضره، بس المرات عايزك انت اللي تحسب او تحط التوب، انت اللي تعمل التوب اي تيو تيبل. فبعد ما تعمل التوب اي تيو تيبل هتعمل كروس كالكوليشن، هتلاقي ان دي الاودز ريشيو اللي احنا اتكلمنا عنها اخر كيس. خد بالكوا احنا تقريبا بنحل كل الكيسز بتاعت محاضره النهارده، تقريبا ما فوتش ولا كيس، دي اخر كيس موجوده. ببتدي بالاكسبوجر، جروب اكسبوز وجروب نوت اكسبوز، فولوينج فورورد ان تايم 25 سوري 10 سنين، لوكينج فور ذا اوت كم ذس تايب اوف ستادي، او هنا بيديسكرايب انهي تايب اوف ستادي. بالظبط، بروسبكتيف كوهورت ستادي، لأن خد بالك اللي قال كوهرت هو جايب لك هنا prospective و retrospective، انت بتعمل following forward in time، فده prospective cohort study. طيب خلصنا محاضرة النهاردة، حد لسه عنده أسئلة؟